اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر. ونتمنى ان شاء الله تكون حلقه خفيفه وما بين ماتش الارجنتين وما بيننا. يعني شفتني وانا بتك على فارس دي قوي؟ اه طبعا، لسه اللي جاي كتير. اللي جاي ايه؟ استنى لما تيجي ميعاد الفقره ان شاء الله. ان شاء الله نتكلم عن البنده والصقر في الاختيارات والتوقعات دي. اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا يعني توقيت الحلقه مع مباراه الارجنتين، والمباراه رقم 1000 لميسي الاسطوره الارجنتينيه امام منتخب استراليا في دور 16 من مسابقه كاس العالم. فكل التحيه والتقدير للاهلاويه اللي هيتابعوا الحلقه حالا كده لايف، وهيتنازلوا عن انهم يشوفوا مباراه الارجنتين واستراليا، وكل التحيه والتقدير ايضا للي هيشوفوا الحلقه في الاعاده بعد ما يشوفوا حلقه او بعد ما يشوفوا مباراه الارجنتين واستراليا. انت داخل دماغك في الماتش شكلك. هم يروحوا ما بيننا وما بين ده. انا ارجنتيني الهوا بس مارادوني، مش مساوي يعني بميل انا لكريستيانو شويه. غريبه دي. اتمنى النهائي يكون ارجنتين وبرتغال. تمام. مش عارف، كل ما تيجي تريك كاس العالم بحسك عايز تقول حاجه. لا 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 لا، ما احنا مش معانا فقره. معانا؟ مش كنا لغيناها؟ انا مش عايز احرق نفسي. مش كنا لغيناها؟ لا لا، معانا النهارده الاعداد حاططها، وانا مش عايز احرق نفسي، انا مش جاي احرق نفسي النهارده. ماشي. طبعا النادي الاهلي بعد الفوز بالامس على طلائع الجيش والمواجهه الصعبه جدا مع منافس اعتدنا منه على نديه في الفتره الاخيره، النادي الاهلي بلغه الكوره ركب الدوري. النادي الاهلي 4 انتصارات متتاليه، 12 نقطه، العلامه الكامله، بدايه جيده جدا للمدير الفني مارسيل كولر. بالتاكيد هنكون في توقفات عند المستوى الفني وبعض اللقطات الفنيه في المباراه، ولكن خلينا نقول ان كان في اختبار مهم جدا نجح فيه مارسيل كولر. ايه هو الاختبار؟ انت عاده بتاخد وقت طويل على ما تقدر تقيم المدير الفني بشكل كبير جدا، لكن البدايات مبشره في توظيف بعض اللاعبين، في بعض السلبيات اكيد، لكن ايجابيات موجوده، ان انت تعبر دور ال 32، ان انت تعبر مواجهه المقاولين حتى وانت بتعمل روتيشن بشكل كبير جدا وبتريح عدد كبير جدا من اللاعبين، ان انت تحقق العلامه الكامله في الدوري، ان انت تحقق بطوله السوبر المصري على حساب نادي الزمالك. كل دي مؤشرات ايجابيه وكل دي نجاحات حققها مارسيل كولر بالتاكيد، وصداره الدوري احد اهم هذه النجاحات. لكن انت امبارح وتحديدا في مباراه طلائع الجيش كنت اول مره تخرج الشوط الاول متاخر في النتيجه في عهد مارسيل كولر. فالتعامل كان ازاي؟ الشوط الاول اللعيبه اللي مش في حالتها وبتلعب امام منافس يعني بيجيد التكتلات الدفاعيه ونتائجك الاخيره معاه مش احسن حاجه، وبتنزل الشوط الثاني تلاقي لعيبتك فيها بعض اللاعبين اللي كانوا مستواهم عليه علامه استفهام في استفاقه شويه، بتقدر ترجع بهدف واثنين وبتعمل ريمونتادا. ده اختبار جديد من نوعه في مرحله مارسيل كولر مع النادي الاهلي، ان هو يكون متاخر ويعود للنتيجه. عندنا لسه اختبارات كتيره جدا مع فرق كبيره في افريقيا، مع دور المجموعات، مع التعامل مع مباريات النوك اوت، مع التعامل مع المباريات خارج ملعبك. كل دي اختبارات بنمر بيها، والمدير الفني بيكتسب ثقه الجماهير مع كل اختبار بيتخطاه. اكيد هيكون عندنا وقفه يا فارس، لكن اكيد حابب تعلق على مباراه الامس والفوز على فريق طلائع الجيش. خليني ابدا من نقطه يا اسامه انت قلتها وانا متفق معاك فيها تماما، وهي فكره ان انت تبقى متاخر وترجع. ده موقف كولر اول مره بيمر معاك بيه في الدوري. مباريات الدوري كانت سهله نسبيا بالنسبه له، يعني كان بيبدا بدايات موفقه. كمان مباراه الداخليه انت طالع يعتبر هيفي سكور، فانك تروح لمباراه مختلفه وبشكل مختلف كان ده مهم جدا، تبدا تشوف المدير الفني بتاعك بيعمل فيه ايه. وانا للامانه دايما بشوف ان الفرق الكبيره في كره القدم هي اللي بتعرف تكسب وهي وحشه. ده معناه ايه؟ معناه ان الطبيعي وانت في افضل احوالك تكسب. ده طبيعي سواء فرقه كبيره او فرقه صغيره، لو المباراه بتخدمك ظروفها ان انت النهارده موفق وان انت ليدنج في المباراه وان انت الاستاتس بتاعتك افضل، طبيعي تكسب. انما لما مباراه ظروفها تمشي بشكل مش هو الافضل وظروفها تمشي بشكل مش هو المتوقع وتبدا تكسب، ده بيكون مؤشر ايجابي بالنسبه لي جدا. ويمكن ده اللي ما حصلش فترات كتيره في رايي الموسم اللي فات. يمكن افتكروا كده الشعور النفسي بتاعكم، دايما هتلاقي الاهلي لما كان بيدخل مباراه تحس ان الماتش ده مش بتاعنا، وتحس ان النهارده احنا بنضيع او النهارده الكوره مش ماشيه معانا، دايما كنت هتلاقي ان الماتش بينتهي بنتيجه سلبيه.
وانا كنت بشوف ان دي من الصفات اللي فقدها النادي الاهلي في الدوري اخر موسمين وما كنتش حاببها، ان هي لو انت وحش بنسبه كبيره ما بتكسبش. ونبدا نقول ايه، اصل احنا عندنا اخطاء تحكيميه، فده مهم جدا. ويجي ناس تبدا ترد تقول لك لا، ما انت لو كنت كويس كنت تكسب بغض النظر عليك اخطاء تحكيميه ولا لا، او ندخل في دايره صعبه جدا. انما ان انت ما تبقاش في افضل احوالك بفارق كبير وتقدر تكسب، ده بالنسبه لي عوده لحاجه مهمه جدا. كمان مهم جدا ان كولر يبدا يستكشف الفريق بتاعه داخل السيزون وداخل المباراه. مهم جدا ان انت وانت بتعمل ده، وهنيجي للارقام طبعا وهنيجي نتكلم معاكم في قصه الارقام، ولكن مهم كمان ان انت العنوان النهائي يا اسامه ان انت تحافظ على صدارتك، العلامه الكامله 12 نقطه اربع مباريات، بتيجي تقدر تتصدر، وكمان في كره القدم بتصدر ازمات للمنافس. هي دي الكوره، هي دي الكوره، ان انت حفاظك على. وكان عندنا برضو النقطه السلبيه دي، الزمالك يفقد نقاط ولا يتعثر، انت ما تستغلش ده، وكان بيحصل، وكان بيحصل كمان في الدوري اللي قبله اللي احنا ضيعنا فيه نقاط. انما ان الزمالك يضيع اربع نقاط في اربع مباريات، ده عدد ونسبه كبيره جدا. انت بتتكلم اربع نقط من 12 يا اسامه، هي التلت بالظبط. فالناس كمان بالنسبه لها لا، اربع نقاط من اربع مباريات يا جماعه، ده عدد كبير من فقد النقاط. فان انت تبدا تضغط وان انت تحسس الزمالك لا، انا مش هسيب فرصه ان انت تتعثر وانا كمان اتعثر وندخل في القصه دي بدري، انت بتصدر ازمات. هو المواسم الماضيه كنت انا بقول دايما مصطلح ان احنا بنمنح الزمالك قبله الحياه، هي دي. وقت ما كان نادي الزمالك بيكون بيقع في بعض المباريات، فانت تيجي المباراه التاليه ليها بالظبط تقع نفس المباراه، حتى لو كان السقوط ده بيحصل فيه تدخلات خارجيه. يعني انا اتذكر جدا ماتش غزل المحله، من هنا هنلعب بالمحله المباراه القادمه، لما كنت خلاص طالع فايز على نادي الزمالك 2-1، دخلت واجهت سموحه، الزمالك اتعادل مع المقاولين 2-2، فانت رحت غزل المحله، ومحمد معروف يعني لم يحتسب ركله جزاء واضحه وصريحه لمحمد هاني، واحتسب فاول اصلا اللي جاي منه الهدف يعني كان غير صحيح. لكن خلينا نرجع لمباراه طلائع الجيش، وبعد كده نبقى نتكلم عن المواجهه القادمه وهي مباراه الاهلي وغزل المحله. وخليني اقول لكم او اذكركم بالارقام اللي بتوضح قد ايه فريق طلائع الجيش الفتره الاخيره اكثر من ند مع النادي الاهلي، وده حقيقه الارقام وحقيقه المباريات. عشان كده لما الظروف او المباراه تكون صعبه وتقدر تطلع بفوز، انا بشوف ان ده شيء ايجابي جدا. يعني هخليني ابدا من مباراه كاس مصر اللي كانت 5-12 بعد مباراه القضيه مباشره، كان في مباراه الاتحاد دور قبل النهائي وكاس مصر في النهائي، انت اتقدمت بهدف الكهرباء اتعادلوا في الدقيقه الاخيره، كان الاهداف المتوقعه للنادي الاهلي 2.8، يعني حوالي 3 اهداف، سجلت هدف واحد. تخيل فريق طلائع الجيش كانت الاهداف المتوقعه تقريبا 7 من 10 هدف، يعني ما كملش هدف ولكن قدر يسجل، كانت محاولاتك 17 مقابل 7 محاولات لفريق طلائع الجيش. في الدوري الممتاز المباراه اللي بعدها الاهلي قدر يفوز 2-1، وكان برضو 2.4 من 10 الاهداف المتوقعه، لكن بص فريق طلائع الجيش كان واصل ان هو بيهددك بثمان محاولات وكان يقدر يسجل هدفين، سجل هدف واحد، وده بيوضح لك قد ايه كان في نديه. المباراه اللي بعدها التعادل 0-0 ايضا كان في نديه حتى في الاهداف المتوقعه، تقريبا هدف لكل فريق سواء الاهلي او طلائع الجيش. يمكن محاولات طلائع الجيش دايما هتلاقيها ما بتعديش 8 محاولات، والاهلي هتلاقيه دايما اقل محاولات كانت 11 محاوله بالامس، ولكن 5 محاولات لطلائع الجيش بهدف. السوبر المصري المباراه اللي انتهت 0-0 وفاز فيها طلائع الجيش بركلات ترجيح، شوف انت كنت واصل ل 2.6 من 10 اهداف متوقعه، ما سجلتش حتى هدف تقدر تفوز بيه بالمباراه، وهو 2 من 10، يعني تقريبا ما شافش المرمى بتاعك وقدر يطلع فايز بالمباراه من 5 محاولات مقابل 18 محاوله للنادي الاهلي. الدوري الممتاز ومباراه 0-0 2.6 من 10 الاهلي، 1.2 من 10 طلائع الجيش، في هنا نديه وفي خطوره وفي 7 محاولات. الدوري الممتاز 27-8 فاز طلائع الجيش 1-0، ودي كانت في عهد سواريش، وده كان اقل اهداف متوقعه للنادي الاهلي مقابل اهداف متوقعه لطلائع الجيش 6 من 10، قدر هو يفوز بالمباراه. بالامس انت لعبت يعني وفزت 2-1، كان الاهداف المتوقعه 2 فقدرت تسجل 2، ودي نقطة إيجابية جدا كنا بنفتقدها المواسم الماضية. عندي تحفظات على بعض إنهاء الهجمة، عندي تحفظات على مركز رأس الحرب، ولكن لما يكون أهدافك المتوقعة 2 وتسجل 2 ده بيديك مردود. أولا في توفيق، عشان بس ما نبقاش بنبخل يعني أو بنبخس قصة التوفيق معانا، لا لما بيكون معانا بنقول كان في توفيق. النقطة الثانية إن أنت قدرت تستغل الفرص
القليله اللي جات لك برغم ان انت عامل 11 محاوله، ولكن قدرت تسجل هدفين وتطلع بالمباراه فائزا مقابل 1.6 محاولات او اهداف متوقعه من فريق طلائع الجيش. الفتره دي بتوضح لك ما بعد كورونا ان فريق طلائع الجيش فريق بيجيد اللعب امام الفرق الكبرى، وبيجيد التعامل مع مباريات النادي الاهلي، وايضا بيجيد التعامل للامانه مع مباريات نادي الزمالك. فكان مهم جدا ان احنا نستعرض يعني ما بعد الكورونا فتره او مقابلات او مواجهات الاهلي مع طلائع الجيش، عشان تبقى فاهم ان الفوز ده حتى لو جاي بشكل انفس فارس صحيح، فهو فوز يعني افضل بكتير من نتائج سلبيه تعرضنا ليها مع طلائع الجيش الفتره الاخيره. بالظبط يا اسامه، ودي ارقام، والخلاصه او الملخص ان انت يا جماعه اخر 4 مواجهات طلائع الجيش بياخد منك بطوله سوبر، بيكسبك مباراه وبتتعادل مباراتين. وانا بقول مقارنه باي فريق في مصر هذا السجل غير موجود. يعني انت عندكش فريق في مصر اخر 4 مباريات يعتبر كسبانك ماتشين، لان السوبر اتحسب تعادل، ولكن هو كسب بضربات الجزاء، ده حتى فوز اقصى من فكره التعادل، حتى لو هو رقميا تعادل ولكن ده خد بطوله منك. فبالنسبه لك انت بتواجه فريق سجلك قدامه وبيدخل قدامك بشكل نفسي مختلف عن اي فريق في الدوري، وده مؤثر جدا. ولكن داخل المباراه الأرقام مهمة، لأن الأرقام بتبين بعض الأشياء. يعني النادي الأهلي حافظ على استحواذه ب 58% مقابل 42، هنا بقى خلق 7 فرص مقارنة ب6 لطلائع الجيش، وده رقم كبير. الأهداف المتوقعة 2 للأهلي مقابل 1.16 لطلائع الجيش، و 1.6 يعني يعادل اكتر من هدف ونص، وده ايضا رقم كبير. التمريرات انت حافظت على عدد تمريراتك الكبير، ولكن دقه 83% يمكن بتنخفض شويه. المحاولات 11 ل6، وايضا 6 ده على فكره رقم كبير لطلائع الجيش. 3 اون تارجت مقابل 2 اون تارجت، وهو كان ليه هدف ملغي، هدف طبعا كان اكيد لازم يتلغي، ولكن احنا بنتكلم عن وصوله لمرماك. العرضيات 15 13، الركنيات 3 هو 4، فكل دي أرقام متقاربة. هنا بقى أهم من الرقم مدلول الرقم. أنا بشوف إن أنت لما تيجي تبص لأرقام النادي الأهلي هتطلع بحاجتين. 11 محاولة منهم 3 بس أون تارجت، وعلى الجانب الآخر محاولتين أون تارجت استقبلت منهم هدف، وهدف تاني كان ملغي. طيب القصة هنا إيه؟ القصة إن لازم نبص في أمور تخص النادي الأهلي فنياً. طيب مارسيل كولر إيه قصته؟ الراجل ده عمل منظومة دفاعية جيدة ومنظومة هجومية متوازنة مقارنة بالأدوات اللي موجودة. عنده حاجة اسمها باترن. إيه هي الباترن؟ اللي هي التدرج بالكرة وطريقة بناء اللعب وأشكال الخروج بالكرة من أول خط المرمى لحد خط الهجوم. أنا بشوف إن جزء مهم جدا ليس فقط دفاعيا، يمكن الناس هتفتكر ده دفاعيا بس، لا ده هجوميا كمان، هو ثنائية متولي وعبد المنعم. أنا بشوف إن الثنائية دي كانت مهمة جدا جدا جدا، سواء في حالة بدايتك للهجمة وتنظيم صفوفك، أو سواء وأنت فاقد للكرة، إزاي بتقف، إزاي الخطوط قريبة، إزاي مفيش مساحات كتيرة جدا، تحديدا ما بين الفول باكس اللي هو ما بين الظهير الأيمن والأيسر، والاتنين السنتر باكس في الهاف سبيسز دي كان متولي ومنعم بشكل كبير جدا بيقفلوها، وكمان بيعملوا التغطية وقت اللزوم ورا الظهرين. ده انت افتقدته، ومش عيب ان احنا نبص للقصة دي. لازم مارسيل كولر يشوف ادواته، هل هو عنده مجموعة المدافعين؟ وعلى فكرة هذا ليس بشرط في كرة القدم ان يرتبط بالكفاءة. يعني ايه؟ يعني ياسر إبراهيم، يعني ربيعة، ممكن لو انت تيجي تشوف انديفيدوالي كده او بشكل فردي تقول الناس دي كولر ممكن يكون شايفها كويسة، ولكن داخل منظومته هيحققوا له الاهداف اللي تتناسب مع افكاره، ولا يبدأ يبص ازاي يبدأ يعالج ده، ويبدأ يبص ايه اللي محتاجه في الحتة دي بالشكل اللي يطبق افكاره. لان امبارح كان عندنا خصوصا في لحظات كتيرة جدا أكرم أكيد لاعب مهم جدا، ولكن أحيانا بيبقى فيه اندفاعات. كان عنده في المساحة اللي وراه كمان التغطية ليست في أفضل أحوالها، لأن الترحيل في رأيي ما كانش صح، الترحيل في التايمنج بتاعه ما كانش صح. كمان في كذا كورة يا أسامة
للاعيبه طلاع الجيش سهوله ان هو يسدد الكره اللي بتتلعب وبيتعمل منها الهدف والباص بتاعها، ازاي الكره طالع الباص بسهوله من غير ما يكون في بلوكينج، وازاي بتتضرب في الظهر، وازاي الترحيل بيكون غلط، وازاي بتستقبل هدف بسهوله. كل ده لازم نبصه، وحاجات كمان يا جماعه سهله جدا، زي في اوقات كتيره جدا كان سهل ان لاعيبه طلاع الجيش يقدروا يمرروا. وكره القدم عباره عن وقت ومساحه، وقت ومساحه، الوقت بيدي القرار، المساحه بتخلي القرار صح. فالاثنين ما كناش بنقابلهم صح، لا الوقت كنا بنخليه مش موجود بالضغط، ولا المساحه كنا بنغلقها صح لما الكره بتتلعب. عشان كده انا دفاعيا عندي حاجات كتيره جدا شايفها مش مرتبطه بمنظومه كولر بقدر ما هي مرتبطه بالادوات اللي كولر بيطبق بيها افكاره. يعني خليني اختلف معاك في النقطه دي لاسباب متعلقه، ان انت ما كانش عندك خطوره حقيقيه على مرمى الشناوي بالامس، والهدف انا بشوفه ان الهدف كان فيه اخطاء كتيره جدا جدا، يعني اخرها اللي هو تخطيط ياسر ابراهيم على التسلل. فلو احنا معانا الصور بتاعه ده الهدف، لا ده هدف احمد عبد القادر. لا خلينا من هدف احمد عبد القادر خلينا نتكلم في النقطه دي لانها مهمه جدا، وبعد كده نستعرض صور التحليل الفني، سواء التحليل الفني سواء الجانب الهجومي او الجانب الدفاعي، وتحديدا الجول اللي دخل مرمانا. لو عندك الجول اللي دخل مرمانا جاهز ممكن نستعرض الست صور بتاعه الهدف، لان الهدف انا بشوفه ان هو اخطاء مركبه. ما هو ده بس لا يعني اصل اللي يسمع كلامك هيروح لفكره ان الاثنين سنتر باكس هم اللي عندهم المشكله. انا قلت اكرم، قلت الضغط في نص الملعب، كل ده انت عملت كل حاجه في الصوره كامله. لا هو ماشي، يعني معانا الهدف ممكن نجيبه من الاول، بس الصور هتوضح يعني لما ثبتنا الصور او تقف هنا، لان في صور افضل احمد هتوضح. ايوه هنا بص على كريم فؤاد، الاول خطا حصل هو السويتش اللي ما بين كريم فؤاد واكرم توفيق ما حصلش بشكل كافي. بس استاذنك استعرض الصوره عشان انا عامل الدايره على كل لاعب، وكولر نفسه ظاهر في الصوره بشكل واضح جدا ان هو كان بيتكلم مع الثنائي اكرم توفيق وكريم فؤاد على ان الواحد يكون ضاغط على احمد ايمن منصور، ولكن اكرم ادي الصوره هتلاقي اكرم توفيق واقف دلوقتي في مكان تمركزه مش سليم. بالزبط. كريم فؤاد بيشاور له بايديه الشمال، يا اكرم المفترض ده اللي في ظهرك، فعشان يضغط على احمد ايمن منصور اللي معهوش اي حد والمفترض اللي يكون ضاغط عليه في التوقيت ده كريم فؤاد. فده اول خطا فكره سويتش ما قدرش يتعمل بشكل سليم ما بين اكرم توفيق وكريم فؤاد. الصوره اللي بعدها دلوقتي بقى اكرم توفيق رايح في الاتجاه اللي شاور عليه اكرم كريم فؤاد عشان يغطي مكانه ومساحته. كريم فؤاد طبعا كان رايح متاخر جدا. المهاجم اللي معاه رامي ربيعه، هتلاقي مهاجم مع رامي ربيعه ومهاجم مع ياسر ابراهيم ومحمد اشرف هناك، يعني محاول يغطي على مساحته وعامل الترحيل. لكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المهاجم خالد قمر نزل برامي ربيعه سحبه لنص الملعب. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها توضح ده. فرامي ربيعه نزل مع مع خالد قمر، وطبيعي خالد قمر لما هينزل رامي ربيعه على الناس ورا، ففضل مساحه اللي ورا اكرم توفيق اللي كان تمركزه في الاول خاطئ. وصلت الكره انفراد لمهاجم احمد متعب، مهاجم طلائع الجيش، فده تكمله للخطا ولسه مستمرين. طب الخطا كان ممكن يتوقف هنا، لحظه ارجع لي الصوره دي اللي قبلها. الخطا كان ممكن يتوقف هنا في حاله واحده فقط لا غير، ان ياسر ابراهيم كان مركز جدا مع تحركات السنتر باك التاني اللي معاه اللي هو رامي ربيعه وقت ما نزل مع المهاجم اللي هو خالد قمر عشان يستلم المهاجم. فكان ياسر ابراهيم لو خد خطوه لقدام كان بقى في مسار التسلل، فكان ضرب الكره بقت تسلل. طب نكمل عشان نشوف الاخطاء كمان وصلت لحد محمد الشناوي. هنا الكره ما بين الحارس وما بين المهاجم، ولكن في نقطة مهمة جدا بتقول لك إن الكرة تحركها وسرعتها في اتجاه حارس المرمى، فلو حارس المرمى كان عنده القرار إن هو يطلع ياخد الكرة كان هيوصل قبل المهاجم، لأن المهاجم بيجري ورا الكرة وحارس المرمى بيقابل الكرة، وده طبعا ما حصلش، فتردد محمد الشناوي فسهل الأمور تماما على أحمد متعب إن هو يسجل الهدف. ده معناه إيه؟ أنا مش مع فكره ان انا احمل المسؤوليه كامله للاثنين سنتر باكس في الهدف، مش مع الفكره دي خالص، لان الحقيقه ان الخطا مركب بشكل كبير جدا من الضغط على حمل الكره، السويتش اللي ما تمش ما بين كريم فؤاد واكرم توفيق، تحرك ياسر ابراهيم اللي ما ظبطش التسلل مع رامي ربيعه اللي خالد قمر قدر يسحبه لقلب الملعب، تردد الشناوي في الخروج بالكره. طب لما نيجي بقى المباراه كلها بشكل عام، ايه التهديد اللي حصل على مرمى الشناوي خلال المباراه؟ هتلاقي كورتين
كره حصل فيها اختراق من عند جبهه احمد عبد القادر ومحمد اشرف وتم التسديد، ودي الكره الثانيه الاون تارجت اللي تصدى ليها الشناوي وطلعت كورنر. الكره اللي جت جول بقى وهو الجول الثاني دي ما تتحسبش اون تارجت لان الكره اتلغت فخرجت بره الاون تارجت. الكره دي لو جيت بصيت هتلاقي دي حصلت بعد نزول بيرسي تاو، وكان عندنا الجبهه الشمال هي الجبهه المخترقه، فكولر الحقيقه عمل تغيير بانه يدعم الخط او الجبهه دي لان محمد اشرف يعني اتحمل ضغط الجبهه دي بشكل كبير جدا، وكان احمد عبد القادر ما بينزلش يساعد معاه، فقام عمل تغيير جاب كريم فؤاد حطه باك شمال، خرج محمد اشرف، نزل طار محمد طار لتامين الجبهه دي. ولكن وهو بيعمل التغيير ده كان في بيرسي تاو بينزل امام اكرم توفيق، ما قامش بيرسي تاو لا بدور هجومي ولا بدور دفاعي، فاتعمل يعني اوفرلاب كبير جدا على اكرم توفيق في كره الهدف اللي تم الغائه. وانا من وجهه نظري الكره دي كانت صعبه جدا على الاثنين سنتر باكس، موجوده ومرفوعه في ارتفاع قاتل وفي اتجاه قاتل، وكان خلاص عدى من اكرم توفيق. فالقصه ان انت عندك الاهداف او الاخطاء اللي بتحصل على مرمى النادي الاهلي حصلت من خلال منظومه متكامله، منظومه فيها مشكله متكامله. فالقصة كلها ان انت ممكن بنفس الادوات دي ولكن بتنظيم جيد وبادوار واضحة من البداية وبتحركات سليمة كنت تقدر تمنع الهدف ده، لكن الطبيعي ان انت لازم يدخل مرماك اهداف وده اللي قاله كولر، او انك تستقبل خطورة. انا شايف ان الخطورة ما كانتش كبيرة على مرمى محمد الشناوي، 3 كرات فقط لا غير اللي راحوا على مرمى محمد الشناوي، كرة الهدف اللي شرحنا الاخطاء اللي فيها، كرة التسديدة اللي حصلت من اختراق من الجناح اليمين لفريق طلائع الجيش، كره الهدف الثاني اللي هو ان رامو يبعث من جديد في استاد الاهلي والسلام، والحمد لله ان الفار كان شغال واتحسب واتلغى الهدف لان كانت واضحه جدا في حاله من السكون داخل ارض الملعب لا اعتراض من لاعبي النادي الاهلي ولا وجود لحمل الرايه وحكم الساحه. لا خليني اقول اوضح حاجه، انا بالعكس انا متفق تماما، خصوصا ان انا بدات بجمله المنظومه، القصه كلها تتعلق بالمنظومه، ولما وقفت عند عبد المنعم ومحمد وقصدي ومتولي كنت بدي دور هنا بقى ازاي الناس دي برضو ليها تاثير في المنظومه، ولكن لما اتكلمت على الهدف انا بدات لك من احمد ايمن منصور اللي ازاي بيستلم، ازاي بيرفع، وازاي اكرم، وازاي الضغط، وكل الاخطاء مرورا بكل التيم لحد الشناوي. احنا متفقين مستحيل تحمل الاثنين سنتر باكس الهدف بالظبط، اصل يبدو كان يبدو من كلامك لا. لانك انت ضربت عشان بدات بمنعم بمنعم انا فاهمك بالظبط، فالناس هتسمع يبقى رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي يشيل الليله. لا طبعا لا طبعا، الهدف ده خطا مركب لازم كولر، وبالعكس انا شايفه من الاهداف المفيده ان هي تيجي ويبقى عندك كمدرب نموذج ازاي انت عملت في كل الخطوط يا اسامه، في كل الخطوط تقريبا من اول تحت الكوره، يعني انت هنا لما بتتكلم كل الخطوط يا جماعه مقصود بدايه خطوطك وانت تحت الكوره، يعني في كره القدم لما تتكلم هنا في كل الخطوط بدايه الخط اللي انت تضغط منه اول لاعب تحت الكوره، فانت ازاي هنا في كل حاجه كان عندك اخطاء مركبه وكان عندك القرار في التوقيت والمساحه مش صح فديت فرص صح، وعشان كده لا. وخد بالك كمان هم عارفين كويس قوي الادوار ايه، يعني كريم فؤاد انا ليه ركزت على الصوره كريم فؤاد وهو بيشاور لاكرم توفيق، انا عايز اطلع اقابل ده بس انا مش قادر اسيب ده لان اكرم هو اللي كان هو ده الترحيل اللي انا قلت عليه في الاول، اكرم هو اللي كان بره لما قلت الترحيل كان قصدي على كده يا اسامه. فانت عندك خطا مركب مهم جدا تراجعه، ولكن خليني اقول ان في كره القدم عموما في بعض اللاعبين يا جماعه بيدوا افضليه ما دونا عن غيرهم حتى في مواقف داخل المباراه سواء في بلوكينج او في ضغط او في سرعه استخلاص الكوره، وخلينا نقول ان محمد عبد المنعم وانا برجع اكدها هنا لاعب في الفتره الاخيره ارقامه يعني مختلفه، لاعب ارقامه فعلا بتصنع الفارق، لاعب لما كنا هنا بنستعرض هو اكتر لاعب لما تيجي تلاقي 4 مباريات تلاقيه الافضل في 3 فيهم على مستوى استخلاص الكره، فاكيد برضو ده طبيعي في كره القدم لما يبقى عندك لاعب فارق في الارقام او فايق في الفتره محمد دي. محمد عبد المنعم افضل مدافع في مصر بلا منازع، كاس الامم كمان فطبيعي لا طبيعي، وعشان كده انا بقول لازم كولر يبدا يشتغل على الاخطاء دي، بس كويس ان احنا استعرضنا الارقام ومدلولها بالصور يا اسامه، لان انا بشوف ان النادي الاهلي البعض امبارح راح لفكره ايه ده احنا عندنا مشكله كبيره واحده واحده، لسبب في فرق ما بين ان انت يكون عندك بعض التفاصيل الفنيه اللي تشتغل عليها، وفي فرق ما بين ان انت بقالك 6 7 ماتشات كده. خلينا نقول يا اسامه ان الزمالك كام مباراه انت شفتها السيزون اللي فات والسيزون اللي قبله والسيزون ده هو بيبقى سيء جدا، مفيش كرة قدم انت شايف فيها جمل وشايف فيها تحركات، وكان بيكسب بس المكسب ده بيخلي الناس تداري عيوب كتير جدا،
وده كمنافس ليك كان واضح جدا. احنا كام ماتش بنطلع نقول يا جماعه الاستاتس بتقول الزمالك وحش، بس الزمالك كسب النهارده. فلا انت كرقميا انت في حته مختلفه. لا وايجابيات ما تاخدنيش للحته لا دي. لا لا وفي ايجابيات من مباراه امبارح. خلينا نكمل الايجابيات بس نطلع فاصل الاول ولا ايه رايك؟ يلا نطلع فاصل. عايز نطلع فاصل يعني ده فاصل مفاجئ. طيب نطلع فاصل وهنرجع معاكم، عندنا حاجات مهمه جدا في مباراه طلائع الجيش، وعندنا كاس العالم الفقره دي مخصصه لاسامه، وعندنا شويه حاجات ما تروحوش في اي حاجه. اهلا بحضراتكم من جديد، وباقي فقرات الاهلي خط احمر، وحابين يعني الناس تبقى متابعه معانا مباراه كاس العالم. الارجنتين ما زالت متعادله مع منتخب استراليا يعني مرور نصف ساعه، والنتيجه 0-0 حتى هذه اللحظه. لكن نرجع طبعا لما هو اهم، ولما نقول ما هو اهم يبقى اكيد النادي الاهلي هو الاهم، واكيد يعني لسه مستمرين في يعني توابع مباريات الاهلي والجيش والفوز على الجيش 2-1، وعندنا بالتاكيد تصريحات لمستر كولر هيكون عندنا تعقيب عليها، ولكن نطلع نشوف الاول اول تصريح لمستر كولر في المؤتمر الصحفي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش. هو طبعا الريتم بتاع الفرقه ما بقاش هو بياخد وقت عقبال ما نخش في الريتم تاني، لكن الموضوع ما كانش التوقف قد ما كانت الاصابات، ان في لعيبه جات لنا من المنتخب مصابه، يعني الموضوع كان حاجتين في وقت واحد، التوقف ومعاه كمان الاصابات، وموضوع الاصابات ده هو اللي عطلنا يمكن اكتر اللعيبه اللي جت مصابين من المنتخب وكده. Was eine Antwort ist, also wenn du natürlich, jetzt sind wir drei Monate hier und erzählen fast jeden Tag das Gleiche, dann gibt es natürlich dann auch irgendwann mal so den Einfluss, wo man vielleicht dann mal was anderes machen muss oder mal lauter werden muss, damit die Spieler merken, okay, es läuft nicht automatisch so weit, sie müssen ihre Leistung am Platz bringen. كمان لما بتقعد ثلاث شهور مع الفرقه تقريبا بتقول نفس الكلام كل يوم في الكوره، بيجي لحظه ممكن اللاعب يبدا يحس ان الموضوع بقى خلاص تقليدي شويه، فبتحتاج لازم حاجه مختلفه، صوتك يعلى شويه، طريقتك تختلف شويه، بحيث ان انت تجدد الدوافع وتزق اللعيبه مره ثانيه عشان يعملوا اللي انت عايزه. خلينا اقول ان يعني جماهير النادي الاهلي مع مباريات المقاولين في كاس مصر ومع مباراه طلائع الجيش يعني انتبه بعض القلق، لان كان في قبل التوقف يعني الليفل او مستوى النادي الاهلي قدم مستوى عالي جدا، وكانت اللعيبه فايقه بشكل كبير جدا، وكان الاداء والنتيجه وفوز ببطوله سوبر وتخطي دوري ابطال افريقيا مواجهه صعبه جدا، حتى وان كان البعض حاول يقلل منها، وهو بعد كده اتحاد المنستيري اطاح ببطل او حامل لقب نسخه الكونفدراليه الماضيه، حصل هزه او انخفاض في المستوى. انا بشوف ان ده طبيعي من وجهه نظري، اي توقف يعني بيتبعه يعني تغير الى حد ما في المستوى او التارجت او الليفل اللي انت وصلت له. اللي حصل ده حصل مع الاتحاد السكندري وحذرنا منه، فريق الاتحاد السكندري حقق 3 انتصارات، وفي المباراه الرابعه امام فريق غزل المحله اللي هيواجهنا المباراه الجايه في اسكندريه اتهزم 2-0. النادي الاهلي طبعا مختلف تماما، خبرات اللاعبين مختلفة تماما، فقدرت ان انت في محاولة استعادتك تاني للمستوى اللي ظهرت عليه قبل التوقف قدرت ان انت تحقق التارجت وهو عبور المقاولين العرب والفوز على مباراة طلائع الجيش، لكن هو التوقف فقط لا غير هو اللي كان الأزمة؟ لا، وكولر قال ده ووضح ده، وده نربطه بالفقرة اللي احنا اتكلمنا فيها عن غياب بعض العناصر زي ما فارس قال المؤثرين بشكل كبير جدا اللي يقدروا يمنحوك يعني أفضلية بمستوى فردي وبشكل فردي ويدولك إضافات في مراكزهم، وده اللي اتكلم فيه مستر كولر وقال لك ان انا عندي ايضا مع التوقف عندي إصابات. النقطة بقى اللي انا قلقان منها واتمنى ان هو يعالجها بشكل كبير جدا هي فكرة الدوافع اللي بعد 3 شهور من إعادة نفس الكلام. لا، احنا محتاجين كل وقت وكل فترة وكل بطولة وكل مباراة لازم يكون في خلق الدوافع مختلفة. كنت أتمنى جدا اللي استعرضناه النهاردة من مباراة ومواجهات الأهلي وطلائع الجيش تكون دافع عند لعيبة النادي الأهلي، لازم لعيبة النادي الأهلي تبقى فاهمة إن جماهير النادي الأهلي ما بتحبش يكون في منافس قريب في عدد مباريات الفوز والتعادل مع النادي الأهلي، فلما تيجي تتكلم عن آخر 6 مباريات قبل مباراة الأمس بين الأهلي وطلائع الجيش أنت فزت حرفيا في مباراة واحدة داخل ال 90 دقيقة. المباراة الكاس انت تعادلت ووصلت ركلات ترجيح، والسوبر تعادلنا ووصلوا ركلات ترجيح، لكن انت فزت مباراة وهم فازوا مباراة او طلائع الجيش فاز مباراة وتعادلنا ال4 مباريات. ده يعني سلسلة مباريات اعتقد مش هي الافضل عند لاعبي النادي الاهلي ولا تليق باسم النادي الاهلي مع كامل احترامنا لفريق طلائع الجيش.
وبالتالي كان ده ممكن يكون دافع كبير جدا، واتمنى يكون ده الدافع اللي موجود قبل مباراه طلائع الجيش. طب الدافع الاخر في مباراه غزل المحله، غزل المحله عندنا دوافع كتيره جدا على المستوى التاريخي، كانت مشكله كبيره جدا مبارياتنا في غزل المحله. على المستوى حتى الحديث لا، عندنا مشاكل في مباراه غزل المحله. انت الموسم اللي فات بتفوز 3-2 في الدقيقه الاخيره بهدف من خطا او فاول لاعبه علي معلول، والموسم اللي قبله انت حرفيا كان بدايه خساره الدوري في مباراه غزل المحله في المحله لما اتهزمت 1-0 في مباراه كان بطلها الحكم المصري محمد معروف. فلازم يكون عندنا كل مباراة في دوافع وفي ربط من ما حدث في الماضي وما يحدث فيما هو قادم، عشان ده مهم جدا يا فارس، لان بطولة الدوري مفيش رفاهية ان انت تخسر للبطولة للعام التالت على التوالي. فانا محتاج ان انا كل مباراة داخل بدوافع مختلفة. بص، الجمهور اكتر حد يعكس اللي انت بتقول. جمهور السنة دي يا اسامة من اول ماتش في الدوري هو بيقول الدوري اهل. وانا يمكن ما افتكرش موسم كان الجمهور من بداية المباراة أو من بداية الدوري فيه أو من الجولات الأولى كده دايما هتافوا الدوري يا أهلي. يعني هو واضح جدا السنة دي، وأنا حتى طرحت سؤال هنا قبل كده يمكن ناس كتير ناقشتني فيه بعد الحلقة عن فكرة دوري أبطال أفريقيا، إن قد يكون ربما دوري أبطال أفريقيا هدف أساسي للنادي الأهلي، ولكن تقبل الناس أو تقبل الجمهور لاحتمالية إنك ممكن تخسر دوري أبطال أفريقيا هتظل قائمة، إنما تقبل نفس الجمهور لاحتمالية إنك تخسر الدوري الثالث على التوالي هتكون غير موجودة بالمرة، خصوصا لو لصالح الزمالك أو لو لصالح أي حد، بس لو الزمالك لأول مرة في تاريخه. فأنت بتتكلم إن لا، طبعا التعامل مع بطولة الدوري السنة دي مختلف، والتعامل مع اللاعبين مختلف. وعشان كده طبعا انا من الناس اللي كنت شايف فترة التوقف ما كانتش في صالح النادي الاهلي، يعني يمكن ما اعرفش انت كنت شايفها ازاي. لا ده اكيد انت كنت مستواك وكيرف بتطلع لفوق. ناس كتيرة قالت ان ده فرصة الكولر، انا كنت شايف ان ده مش حقيقي، واعتقد فعلا احنا كنا متفقين على ده. ولكن المهم خلينا نتفق ان ميسي جاب جول. ميسي جاب جول. بص انا بقعد هنا، انا بقعد هنا ميسي بتنزل عليه البركات، يعني الارجنتيني اللي هو لا لا على فكره ما بهزرش، انت كل ماتش بتصادف الارجنتين والارجنتين بتبقى مكسره الدنيا. يعني بص ارجنتيني الهوا، فانت هيجيبوك في الارجنتين الماتش الجاي هيعملوك تميمه ويشوفوا هنا القناه يستاذنوا لو في برنامج تاني تيجي ساعه الماتش بس شويه دول يطلع هوا بتاع ماتش الارجنتين. لا والله بجد وشك حلو على الارجنتين الحمد لله، يعني مش هيبقى قطر والارجنتين يا جماعه، قطر اديتها فكويس. يعني اعتقد يمكن رغم انا هنا يمكن لو تفتكر قبل البطوله كنت قلت ان الارجنتين البطوله دي ممكن تعمل حاجه، حتى انت قلت لي هي بعيده شويه، ولكن نتائجها في الاول يا اسامه ماتش السعوديه خلتنا احس ان ممكن تبعد. ولكن الارجنتين بتدخل كل شويه جوه البطوله بشكل وروح وقافلين على نفسهم، وطبعا انت شفت جمهور الارجنتين رد وين ميسي وين سالم وعاملين حاله كويسه جدا. والارجنتين يا جماعه والبرازيل تحديدا من المنتخبات اللي شعبيتها في مصر يعني جارفه، يمكن بتشوف ماتشات البرازيل انا لا يعني مع الوقت يمكن ده ما بقاش زي زمان، في ناس كتيره بدات تشجع منتخبات مختلفه، ولكن انا فاكر يا اسامه في وقت يمكن 98 تحديدا وكان الواحد لسه صغير شويه، يمكن رونالدو لما عرفت انه مش هيلعب ماتش فرنسا ده كان هو طبعا كان في الاول بيتقال انه مش هيلعب، كان انفصاله عن حبيبته وبتاع، كان بالنسبه لك كطفل يعني ايه رونالدو ما يلعبش ماتش فرنسا. وفي الوقت ده كانت الشعب المصري قريب قوي 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 من فكره ارتباطه بالبرازيل، وطبعا فترات بقى بيبيتو ورقصه بيبيتو كان انا لا بقى. كان هوا الشارع المصري برازيلي. بص ما تكلمش بس الكيمياء دي اتغيرت دلوقتي، ما تكلمش واحد ارجنتيني الهوا عن البرازيل يعني ما ينفعش، يعني انت فاهم ما صعب. طيب عندنا بقى فيديو كولر الثاني، وطبعا كويس ان احنا يعني الناس اكيد يا جماعه في ناس كتيره جدا ما بتروح ما بين خط احمر وماتش الارجنتين شويه هنا وشويه هنا، فكويس ان احنا نبقى عايشين معاكوا الحاله ومعاكوا في كل حدث ومعاكوا في كل حاجه، ودايما كده احنا بنكون بنفكر باللي بيدور في دماغكوا، ولكن كولر كمان بيفكر في اللي بيدور في دماغ البعض اللي صدر أزمات لموسيماني وغيره كتير جدا من المدربين بطريقة أسئلة ما بتشوفهاش كتير غير عندنا. نشوف السؤال وكولر رد عليه ازاي وعندنا تعقيب مهم جدا. هل في عتاب يعني كابتن محمد الشناوي، شفنا حضرتك كنت واقف على كابتن محمد الشناوي بعد الماتش، هل في عتاب على بسبب الهدف؟ Wir haben gesehen, dann du hast mit dem Schinauer nach dem Spiel gesprochen. War es so, dass du ihm
dass du enttäuscht warst dann oder mit ihm Gespräch gehabt hast wegen dem Tor, was er kassiert hat, dass er einen Fehler gemacht hat? Nein, ich habe gesagt, er soll sich freuen und dass wir das Spiel gewonnen haben. Dann habe ich gesagt, dass er sich freuen und dass wir das Spiel gewonnen haben. Dann habe ich gesagt, هي دي الأسئلة اللي بنتكلم عليها. يمكن كتير جدا كان الأسئلة دي بتسأل، هو برضه عشان اللي ما سمعش الفيديو كويس، كان كولر بيتسأل إنه هو تشاف بعد المباراة بيتكلم مع الشناوي على جنب، ده ممكن يكون بيتكلم في 100 حاجة 200 حاجة 300 حاجة، إنما الحاجة اللي لازم الناس دماغها هتروح ليها مش لازم كل الناس، أنا ما بتكلمش أنا عن جمهور الأهلي، أنا بتكلم على لما تسأل المدير الفني هتقول له أعتقد إن أنت كنت بتكلم الشناوي في الهدف اللي جه فيه وإن هو بيتحمل مسؤولية الهدف أو عنده خطأ أو كده. كان ممكن تلاقي المدير الفني بيتشد وأنا كولر بكل بساطة ابتسامة، يعني ابتسامة هي فيها جزء من السخرية، ثم رد ان هو كان بيقول له اهدى واتبسط واستمتع بالفوز وان انت حققت الثلاث نقط. هل هنا كولر مش شايف انه ربما قد يكون او فعلا الشناوي عنده جزء من الخطأ في الهدف؟ اكيد شايف، بس ده مش للصحافة. انا مش هقول لك ان انا واخد اللاعب بتاعي بعد المباراة بكلمه جوه الملعب انت ازاي غلطت في الكرة دي، لا، في لحظة كولر عارف هو ايه يتقال امتى، وفي لحظة كولر هو عارف فيها كويس جدا ايه اللي الصحافة يخصها تعرفه وايه اللي يخص فريقه ان هو يصلحه، وده التزام من مدير فني بسطني في حاجة، لان كتير جدا مديرين الفني للنادي الاهلي كانوا مستهدفين، وانا بقولها حرفيا وما زالوا طبعا لا، وده جزء من الاستهداف. وراجع كده هات اربع خمس مديرين فنيين للمنافس في اخر مثلا اخر اربع خمس مديرين فنيين، وافتكر كده كام سؤال عمل مشكله معاهم، والله اتحدى لو افتكرت سؤال ولا اتنين بالعافيه، ده يكادوا يكونوا هم اللي بيشدوا او يعني بيعملوا او بيخلقوا شيء من العدم مع الصحفيين. ولكن اقدر اقول لك اكتر من خمس ست سبع اسئله اثار الجدل ومشاكل كبيره جدا مع المديرين الفنيين للنادي الاهلي، لان البعض ما بيكونش رايح زي مؤتمرات صحفية كتير جدا ياخد إجابة أو ياخد معلومة داخل فنيات المباراة، لا ده راح يتكهن، أصل أنت ما كنت بتوشوش الشناوي، أصل أنت يوم ما اتكلمت مع فلان، حاجة كلها قابلة للتكهن ودايما بيتشاف فيها نص الكوباية الفاضي مع الأهلي بس. فأتمنى إن كولر يقدر يتعامل بالشكل ده طول الوقت ويدير الأمور بذكاء كما هو معتاد منه مع الصحفيين. هو واضح ان هدوءه ده يعني هيسبب للبعض اللي بيتصيدوا بعض التصريحات من المديرين الفنيين للنادي الاهلي يعني ازمه، لان الاكيد اكيد الراجل اتكلم بمنتهى الهدوء، وعجبني جدا سرعه البديهه اللي عنده، لا انا مش هروح اكلمه عن خطا، انا حتى لو كان بيتكلمه عن خطا انا بكلمه عن انه يستمتع بالمباراه. ودي نقطه برضه عايز اوصلها لجماهير النادي الاهلي، هي فكره ان احنا ما نقفش عند خطا النجم ونبدا نكبره، خلاص طالما النتيجه خدت في اتجاه النادي الاهلي ورحنا للفوز، عرفنا الخطا واحنا يمكن حللنا اخطاء الهدف الاول، وبقول اخطاء لان اخطاء كذا لاعب في الهدف، وده طبيعي في كره القدم لان الاهداف بتيجي عباره عن اخطاء او جوده من المنافس، فبالتالي مش هنقف ايضا عند هذه الاخطاء، طالما حققنا الفوز نعدي ونركز ونبقى فاهمين دايما ان حارس المرمى زيه زي المدافع زي خط الوسط زي المهاجم عنده يعني مساحه يخطئ فيها، نتمنى بس يكون في تصحيح لمثل هذه الاخطاء. نروح لنقطه مهمه جدا، وبيننا بنتكلم عن يعني الفريق بشكل عام في مباراه طلائع الجيش، انا عندي وقفه مع لاعب مهم جدا، لاعب مهم جدا 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 على المستوى الشخصي بشوفه من اهم اللعيبه اللي ممكن تكون في مصر في الوقت الحالي، ولكن ينقصه الحته اللي هنتكلم فيها. اللاعب المهم ده اللي بيمتلك مهارات مختلفه، قدره على المراوغه بشكل مختلف، هو احمد عبد القادر، عنده قوه بدنيه، عنده كمان سنه الصغير ده يساعد ان هو يكتسب خبرات، بس هيكتسب خبرات من المواقف، ومن المواقف اللي احنا ممكن نلقي عليها الضوء. وانا هنا هعمل شبه مقارنه بسيطه جدا ما بين برونو سافيو في كره واكتر مع احمد عبد القادر في نفس الكره، وواضح جدا ان دي تعليمات من المدير الفني مارسيل كولر، لان لو استعرضنا الصور لو جاهزه هوريكم ازاي في تحركات واضحه جدا على ممكن نحطها يعني نكبر الصوره بشكل اكبر. بالنسبه لي دي كره لقطه برونو سافيو واليو ديانج بيستلم، وبرونو سافيو هو اللي هيستلم منه، لحظه استلام برونو سافيو شوفوا القرار هيتاخد في قد ايه. مرر الصوره اللي بعدها، برونو سافيو استلم الكره لمسه واحده، شوف تحرك كريم فؤاد وتاهب كريم فؤاد رايح
على المرمى مباشره لمسه واحده كان كريم فؤاد. الصوره اللي بعدها هتلاقيه مواجه للمرمى، يمكن هو بس يعني الجرى او اتجاه الجري كان للداخل، فبعد كده الكره جات له في الخارج فلف مره ثانيه فخد وقت والحارس قفل زاويه التمرير. دي كره لبرونو سافيو، دي كره بالظبط بالظبط من قطع الكره برونو سافيو للركنيه اللي حصل عليها كريم فؤاد اربع ثواني، اربع ثواني بمعنى اربع ثواني. ادي الصوره الاولى، برونو سافيو بيتدخل بيقطع الكره من خط وسط فريق طلائع الجيش. الصوره اللي بعدها هتلاقيه على طول لمسه واحده، شوف كريم فؤاد وتاهب كريم فؤاد واتجاه الجري على طول، جاهز للجري على طول، استعد للانطلاق خلف المدافعين. الكره اللي بعدها هتلاقي على طول، او الصوره اللي بعدها هتلاقي على طول برونو سافيو حط الكره ولكن غطى مدافع من مدافع طلائع الجيش والكره دي خرجت ركنيه. ده كله حصل في اربع ثواني بالظبط. واضح ان في تعليمات بتحركات من كريم فؤاد من قبل المدير الفني لانها اتكررت اكتر من مره، انا جبت مرتين فقط لغير. واضح جدا برونو سافيو متفاهم جدا مع كريم فؤاد. تعال اللقطه دي وهي لقطه احمد عبد القادر، نفس اللقطه تقريبا، كريم فؤاد مستعد ان هو يخترق ما بين السنتر باكس وعنده المساحه واسعه وفاضيه ويقدر يخش على طول بوان تاتش، وان تاتش من احمد عبد القادر، هيعملها زي برونو سافيو، هيحط كريم فؤاد وربما محمد شريف الاثنين في اتجاه المرمى منفردين. اللي حصل ايه؟ اللي حصل في الصوره اللي بعدها ان احمد عبد القادر وقف الكره وادى ظهره للخطوره، هتلاقي كريم فؤاد بيقف عشان ما يدخلش مصيده التسلل وبيشوف ايه اللي هيحصل في الكره، وشريف نفس الكلام وقف. الصوره اللي بعدها هتلاقي الكره بتتقطع من احمد عبد القادر. طب بتروح فين الكره دي؟ على طول بتتعلم من عليك مرتده تروح عرضيه، خالد قمر طالع واخد الكره ويلعب الكره بدماغه، ولكن يعني ما احسنش التعامل معها، وده افضل شيء حصل ان هو ما احسنش التعامل معها. فتخيل كره زي دي في يعني برونو سافيو وفي كريم فؤاد وبتتكرر اكتر مره وجات لاحمد عبد القادر، سهل جدا تتعمل وتبقى متحفظه بشكل واضح جدا، مش شرط يكون برونو سافيو هو اللي بيعمل الكره دي. لكن احمد عبد القادر النقطه بقى السلبيه هي فكره الانتظار في وقت ممكن تكون تخلص من الكره او لعب الكره يكون افضل بكتير واسهل بكتير وافضل بكتير للمنافس. يعني الكورتين بتوع برونو سافيو ما جوش اجوال، لكن واحده انت خدت منها ركنيه وواحده رجع كريم فؤاد بالهجمه وعملت عرضيه فكان الكره في استحواذك، لكن الكره اللي انت فقدتها دي كانت ممكن تيجي في مرمانا هدف. فدي نقطه مهمه جدا، وان كان احمد عبد القادر من اللعيبه المميزين جدا وقدر يصالحنا في الشوط الثاني مع بدايه الشوط الثاني وسجل هدف ايضا صنعه له برونو سافيو. في شيء رئيسي وخط واضح لمارسيل كولر في التاكتكس بتاعه، وهي فكره حتى احمد عبد القادر في كره الهدف، فكره الجناحين بدون كوره في اوقات كتيره جدا، الدخول لعمق الملعب، وفكره ان هم بيعملوا مش الكاتنج انسايد اللي هو التقليدي، فكره الوينج اللي بيضم لجوه وهو معاه الكوره، لا هم كمان دايما بيدخلوا للعمق ودايما بيتحولوا كمهاجم تاني. دايما هتلاقي الجناح العكسي لمكان استحواذ على الكرة بيضم يدخل لجوه كمهاجم تاني يا اسامه، وعشان كده بيستخدم كتير حسام حسن في انه يحطه جناح عشان ماشي. يلعب اللعبه دي لما لعب حسام حسن كان يبدو لي فكره ان هو بما ان هو الجناح عنده بيتحول لمهاجم تاني في لحظه تحضير اللعب في الجزء العكسي، فليه ما يبقاش الجناح هو اصلا حد مهاجم؟ انا شفتها ما نجحتش قوي عشان الفينش بتاع حسام بالظبط، يعني ما نجحتش، ولكن انت يعني قريت الفكره الرئيسيه لكولر اللي هو كان بيفكر فيها، وللامانه دي حاجه ما كناش احنا بنعملها كتير كنادي اهلي. انا دايما كنت اشوف الجناحين عندنا يا جماعه بيستنوا على الخط، بيلعبوا فلانكس بلاير، يعني اللعيبه اللي هي على الخط، ياخد الكوره يحاول يروح، يحاول يدخل لجوه، تتقطع منه تروح، انما تحركه بدون كوره والقطع للداخل في عكس زاويه تحضير الكوره، يعني لو بتحضر شمال هتلاقي الجناح اليمين بيدخل مهاجم تاني، بتحضر اليمين تلاقي الجناح الشمال بيدخل كمهاجم تاني. دي بصمه كولر واضحه جدا، وانت بتتفرج هتبقى شايفها وهتبقى شايف ان كولر بيركز عليها. وللامانه يا اسامه هتشوف صلاح كتير جدا بيعملها بره، هتشوف كل فينيسيوس جونيور في ريال مدريد بيعملها بره، هتشوف كل الفرق الكبيره في اوقات كتيره جدا دخل مفيش الحاجه التقليديه اللي هو طول الوقت الجناح بيلعب على الفلانك وطول الوقت الجناح مستني الكره تيجي في رجله ويبقى بيشوف هيعمل ايه. فدي حاجه بيعملها كولر بشكل واضح وبتتحضر في الاهلي. احمد عبد القادر انا قلت هنا يا اسامه وانا هقولها بشكل واضح واوضح كمان من المره اللي فاتت، لو هنتكلم على مهاره مقارنه بلاعب زي رمضان صبحي، انا في رايي ان احمد عبد القادر ممكن نقول بيتساوى معاه في المهاره، ولكن بيتفوق عليه في ايه؟ في حته انه اكثر مرونه واكثر رشاقه. ولكن كمان رمضان جه في وقت وقف
يعني يمكن فايلر بس افكت اللي هي الفتره اللي كان فيها تاثير فايلر اللي انعكس رقميا ورجع تاني لحته الارقام الضعيفه جدا. انا قلت هنا احمد عبد القادر ونموذج كريستيانو رونالدو ملهاش علاقه بمقارنه امكانيات، والا نبقى احنا بنتكلم في عبث. احنا بنتكلم في فكره لاعب بيتحط كنموذج ازاي مع مانشستر يونايتد في بدايه المواسم ليه ارقامه كانت ضعيفه جدا، ازاي السير اليكس فيرجسون نما عنده امتى يعمل ايه القرار، كل القصه كانت تتعلق بالقرار، امتى يراوغ امتى يلعب على المرمى، فده انعكس في ارقام فلكيه جدا لما تيجوا تقارنوا. ويمكن مره نعملها لكم رقميا هنا ونوريكم فكره الانفجار حصلت ازاي لكريستيانو رونالدو بدور مدير فني واستعداد عند لاعب انه يحول امكانياته والمهارات والاستعراض لانه يخدم الفريق كله يا اسامه. وده اللي نتمنى احمد عبد القادر، وده اللي بيوديك ما بين تخلص الكارير بتاعك تلاقي نفسك الله اللعيب ده كان حريف جدا، وما بين اللعيب ده كان بيجيب بطولات وبيعمل ارقام زي ما شفنا بركات وتريكا والارقام اللي هي بتقول كل سيزون اللاعب ده في 20 30 مصطلح واحد قول. ما بين الحاوي وليد سليمان واي حاوي اخر، ده حقيقي ده حقيقي. وليد سليمان حاوي عامل ارقام عامل انجازات، حواية كتير جدا مجرد تاريخهم عبارة عن ترقيصة تشميسة كوبري، ده حقيقي. ولما تيجي تتكلم دلوقتي وتعمل له، وهو ده هي دي كرة القدم، لما تيجي تعمل له هايلايتس هتروح جايب له من مباريات ايه، كم كرة بيرقص فيها، كم كرة في نص الملعب حلوة جدا وخد سبعة وبتاع وخلصنا على كده. فأحمد عبد القادر أنا كل ماتش بكون زعلان على الإمكانيات اللي تقدر تطلع أكتر من كده بكتير جدا. هيطلع إن شاء الله وهيجي إن شاء الله بإذن الله. عندنا طبعا أخبار تدريبات النهاردة للنادي الأهلي كانت فيها أخبار مفرحة إلى حد بعيد جدا، لأن مارسيل كولر وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي بعد طلائع الجيش كان بيتكلم إن عنصر أساسي في انخفاض المستوى هي إصابات النادي الأهلي. النهاردة بيرجع له اصابات الحمد لله، يعني مشاركه محمد عبد المنعم، مشاركه معلول وعوده معلول في توقيت مثالي جدا بعد خروج منتخب تونس بعد الفوز على منتخب فرنسا. المباراه الوحيده اللي شارك فيها علي معلول مكسب كبير جدا يا فارس. علي معلول يمكن يعني حصل كلام وتداول كلام عن اعتزاله اللعب الدولي، وكان في كلام عن ان في اجهاد في العضله الخلفيه. طبعا الدكتور احمد ابو عبله اتاكد واجرى بعض الفحوصات ويعني تم التاكد من سلامه علي معلول وشارك في التدريبات الجماعيه. ايضا عندنا متولي وعوده معلول. عايز بس اعلق على معلول فضل. يمكن اكبر خطا عمله المنتخب التونسي لا يقارن ولا يغتفر باي اخطاء تانية هي عدم مشاركه معلول في اول مباراتين، ويمكن ده كان شكل من اشكال يعني انت لو بتلعب حد فارق جدا رقميا كنت يعني تقبلت ده، انما حد بيلعب درجه تانية حتى لو في اوروبا ارقامه ضعيفه جدا، تاثيراته واسهاماته ضعيفه جدا، يعني كنت شايف ان لا كان خطا غريب جدا واختلف. ويمكن كانت متشاله المعلول، انا بشوف منتخب تونس في البطوله دي يعني لو عنده حاجه يقول انا عملتها في البطوله هي الفوز التاريخي على فرنسا. حتى لو كان في فرنسا ناقص لاعبين طبعا كانت مكتوبه المعلول ان هو يشارك فيها وكانت مهمه جدا ويستحق. ويمكن حرص معلول على التواجد في اسرع وقت ممكن مقارنه بغيره من اللاعبين التوانسه يعرفك ازاي معلول هو لاعب قائد بدون شاره، دايما لاعب حريص يكون موجود، دايما خلص كاس العالم انا موجود يا جماعه، الراجل النهارده السبت موجود معاك، يعني الراجل ده خلص مباراته وتونس خلصت كاس عالم هدفه على طول ارجع ادور في مكانه النادي الاهلي وارجع ادور في اهدافي مع النادي الاهلي، على عكس بعض اللاعبين الاخرين يمكن مش بس اللي في المنتخب التونسي، كتير جدا من اللاعبين الاجانب بنشوفهم في انديه تانية يسافر يتاخر، اصل انا مش جاي اصل انا كذا، وبتفرق في العقليه بتبقى في ازمات في الباسبور. لكن عايز اقول نقطه مهمه جدا على علي معلول. علي معلول والكابتن عصام الشوالي بيعلق على مباراه تونس وفرنسا، اتكلم بوضوح جدا وقال له واحده يا معلول بذكريات استاد القاهره بذكريات الشياطين الحمر. عارف يعني ايه لما يبقى لاعب عندك هو تونسي الجنسيه والمعلق تونسي الجنسيه بيطالب علي معلول يقدم بذكريات القاهره وبذكريات الشياطين الحمر وبذكريات روح الفنانه الحمراء؟ علي معلول اصبح من فترة طويلة جدا أهلاوي. أنا يمكن قلت الأهلاوي أبو قلب تونسي أو المصري أبو قلب تونسي، فوصل بشكل كبير جدا إن هو كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، لدرجة إن التوانسة بيطالبوه إن هو يقدم ذكرياته مع النادي الأهلي وما أكثرها من ذكريات. الحمد لله على سلامة علي معلول بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، إضافة لأن علي معلول هو أفضل يعني باك ليفت داخل القارة حرفيا،
وبعيد قوي 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 عن اقرب منافس ليه وعامل ازمه كبيره جدا. اخيرا بما اننا بنتكلم عن علي معلول والاصابات، ايضا ايمن اشرف هيكون مستعد ان شاء الله للمشاركه في التدريبات الجماعيه يوم الاثنين، وان شاء الله يتم برضه يا فارس فحص طبي ليه من قبل الدكتور احمد ابو عبله بحيث يطمئن تماما على مشاركه ايمن اشرف، اكيد اضافه ايضا لفريق النادي طبعا. ومهم جدا عوده متولي للمشاركه في التدريبات. وبخصوص ايمن اشرف يا جماعه، ايمن اشرف يعني انت لو معلول مش موجود، ايمن اشرف في مكان كان لحد قريب بيلعب فيه في منتخب مصر، ايمن اشرف في حته الباك الشمال، مش كمان السنتر باك، لا انا بقول في حته الباك الشمال. مهم جدا ان ده سلاح يكون عندك، مهم جدا ان احنا نعرف نستغله، لان بشوف ايمن اشرف في حته الباك الشمال ده خصوصا في الادوار الدفاعيه لو معلول مش موجود هو خيار مهم جدا يكون معاك مقارنه باي خيارات اخرى. اكيد عندنا لسه كلام مستمر وعندنا حاجات كتير هنتولها معاكم في الاهلي خط احمر، ومنها كاس العالم، ومنها ما هو خارج كاس العالم وما يدور حول النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره فاروم. ما احنا معتادين سواء كسبانين متعادلين ايا كانت النتيجه عندنا دايما فقره فاروم، يعني نوضح الامور مش بعينينا ولا بوجهه نظرنا، احنا بنجيب اراء خبراء التحكيم وجهه نظرنا هي فقط لغير في التناول لمثل هذه الاراء، لكن القانون هو اللي بيحكم ارائنا، القانون هو اللي احنا مش بنحيد عنه، مش بنقول بالاهواء، بنقول بالقانون. البعض تحدث بالامس وكان في صدمه من فوز النادي الاهلي وعوده النادي الاهلي في المباراه، خاصه وانت اديت الامل للبعض ان انت ممكن تطلع بخساره بعض النقاط في هذه المباراه، تعادل مثلا، فتلاقي ان القصه بتروح لتعادل ثم فوز، فاكيد لازم نشكك في هذا الفوز. اعتدنا يعني هو النادي الاهلي هيكسب وياخد بطولات من غير ما حد يشكك، ده كلام، ده احنا نبقى اتغيرنا كتير، والله نبقى اتغيرنا كتير. فطبعا تم التشكيك واتقال نصيا ان الفار بيخدم على النادي الاهلي، والكلام عن ان ركله الجزاء ليست ركله جزاء. احنا هنا مبدانا واضح ودايما بقوله لحضراتكم، لو حصل اختلاف ما بين خبراء التحكيم على لعبه بنشيل هنا الحكم من القصه. يعني ايه بنشيل الحكم من القصه؟ يعني اي سوء نيه عند الحكم نقدر هنا نستبعده. ليه؟ لان في خبراء تحكيم قالوا الكره دي جول، وفي خبراء تحكيم قالوا لا مش جول، في خبراء تحكيم قالوا الكره دي ركله جزاء، وفي خبراء تحكيم قالوا مش ركله جزاء، فهنا شبهه التعمد بتنتفي عن الحكم. لكن اللي حصل ان البعض طلع شاكك في فوز النادي الاهلي، فروحنا لاراء خبراء التحكيم في ركله جزاء النادي الاهلي اللي الكابتن سمير عثمان ما كانش شايفها مجرد ركله جزاء. نطلع نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا. عندنا حارس المرمى طلع الكره وقعت منه، حاول يجيب الكره على ثلاث مرات، عمل اصطدام وخطأين متتاليين. نعم. طب ايه هو الخطا الاولاني؟ الخطا الاولاني الكره بعد ونزل هنا مش باينه. الخطا الثاني في اعاده انا جايبها اللي هي خلف مرمى النادي الاهلي اللي هي جايه بكادر طويل، برضو دي هنا الخطا برضو مش هيبقى باين لنا قوي. في اعاده بعدها، في اعاده بعدها، عشان في ناس بيقولوا هو حسب عليه، لا هو انت عندك ممكن تحسب هنا في الكره دي على حالتين مش مش واحده، هي دي. عايزين نركز بس قبل ما نكملها. الذراع الايمن بتاع حارس المرمى هيلاقي فيه لعبه اضافيه. ايوه شايف النزله بدي دي، خلاص هنا في اعاقه. طب ليه محمد عادل ما صفرش؟ والله محمد عادل ليه فرصه ثلاث ثواني ومحدش يقول يا جماعه ثلاث ثواني، حتى في البنالتي، حتى في البنالتي محدش يقول مفيش اتاحت فرصه في منطقه الجزاء. دي كلها ايه؟ توصيات ومش قانون. هنا طبعا الخطا موجود، الايد التكمله بتاعت حارس المرمى، وبعد كده في ممكن دي تبقى نخليها اصطدام عادي مع لعيب النادي الاهلي. بس هي ركله الجزاء كانت الاولانيه الاولى. ادي راي الكابتن سمير عثمان بوضوح جدا عن ركله الجزاء. والحقيقه لما انت تكون حكم، وكنا دايما بنطالب الحكم ان هو يكون عنده خبرات في التعامل مع اللاعبين. بمعنى ايه في التعامل مع اللاعبين؟ في لاعبين بيجيدوا السقوط داخل منطقه الجزاء، فانت وانت حكم بتاخد القرار تبقى مركز كويس قوي مع اللاعب ده، وتبقى شايف كويس قوي السقوط ده ادعاء وتمثيل ولا سقوط حقيقي نتيجه عرقله، والفار بيسهل عليك القصه دي والامور دي. طب تعالى اللاعب زي اكرم توفيق. السنه اللي فاتت اكرم توفيق في مباراه في يوتشر انضرب من كريم نيدفيد وقام تاني يكمل، كان في روح قام يكمل ويلعب الكره وضيع علينا ركله جزاء المفترض ما تضيعش علينا، لكن مع التحكيم او بعض الحكام المصريين بتضيع علينا. طيب السنه دي واتكلمنا بوضوح شديد جدا في ماتش الداخليه، اكرم توفيق خد يد في وجهه نزف دم من انفه،
حكم المساعد وحكم المباراه وهو بيرمي اوت خرجوه يتعالج. تخيل الضربه دي في وش اكرم توفيق وما سقطش، وكمان عدم سقوطه ده خلاه هو اللي مغطي على التسلل فتسبب في هدف في مرمى النادي الاهلي في مباراه الداخليه، وحكم الفار عمرو الشناوي لم يستدعي اي حكم الساحه من عمر لمراجعه الحاله. طب ده حاله اكرم توفيق، يبقى اكرم توفيق ممكن يتحول بشكل مبالغ فيه ان هو يدعي السقوط داخل منطقه الجزاء؟ كان سقط من اول التحام مع مدافع فريق طلائع الجيش، والصوره واضحه جدا، حارس المرمى فشل في انه يلعب الكره ونجح في انه يركل يعني دماغ اكرم توفيق بشكل ادى ان اكرم توفيق يفقد الوعي للحظات او الدوخه تجيله بشكل واضح جدا، ده غير كره برونو سافيو. طب ايه اللي حصل ده؟ تاخير صافره الحكم محمد عادل. طب التاخير كان ليه؟ الكابتن سمير عثمان فسر القصه، قال لك انت ممكن تمنح 3 ثواني، لكن انا بروح لايه؟ بروح ان ركله الجزاء ما تديش فرصه، وده توصيات ده مش قانون، لكن انا افضل لي خد التوصيات دي وما تديش فرصه لاحتساب ركله الجزاء، لان ده اللي بيسمح ان البعض يشكك في الاحتساب ويسمح لحكم تقنيه الفيديو، حتى لو كان بيجيد التعامل مع مثل هذه المواقف، لكنه ممكن يعني يحصل معاه زي اللي حصل امبارح ويستدعي الحكم محمد عادل يا فارس. بص يا اسامه، انا الحقيقه ما بقتش فاهم ايه المطلوب تحكيميا مع النادي الاهلي، بمعنى ان انا من امبارح بشوف ردود افعال غير منطقيه بالمره، يعني احيانا تكون اللعبه مبالغ فيها، وعلى فكره بيحصل في كل الانديه، احنا اللي بيحب مانشستر يونايتد، اللي بيحب تشيلسي، اللي بيحب مانشستر سيتي، اللي بيتابع دوريات بيحب او بيتابع فعلا دوريات كتير جدا وعنده شغف كره القدم الاوروبيه وبيتابع، هيلاقي احيانا بيخرج فريق انت بتتابعه واخد نقاط مباراه بنتيجه خطا تحكيمي، وارد يحصل. انما لو احنا جينا يا جماعه اخر موسمين، تعالى نتكلم في اخر موسمين، شوف عدد الماتشات اللي انت تقدر تجيبها للمنافس تستدعيها. انا لو يعني مش هنقعد نعدد من الذاكره غير سيراميكا والمصري وسموحه، وكلها لقطات يعني خالده. على الجانب الاخر اللقطات اللي النادي الاهلي اتظلم فيها، على الاقل هتجيب بسهوله جدا، تخيلوا بسهوله واحنا قاعدين بنسترجع بس من الذاكره 10 ماتشات المنافس استفاد منهم و10 ماتشات النادي الاهلي اتظلم فيها. طيب ده يخليك انت عندك حاجه واضحه، انما تحدى تعالى كده اخر موسمين يا اسامه، خلي حد يفكر، هات لي ماتشين بس، هات لي ماتشين او ماتشين انت فاكرهم من الذاكره كحد ما عندك مشكله مع النادي الاهلي. النادي الاهلي فاز بنقاطه نتيجه اخطاء تحكيميه، شيء مرعب لانك مش هتلاقي، يعني الموضوع مرعب جدا لانك انت مش هتلاقي. خلينا بس ناكد باراء خبراء تحكيم، باراء خبراء التحكيم طبعا، لكن اصل الاهواء هتلاقي يعني كل الاهواء يبقى كل ماتش في حاجه، اذا كان انا بضرب بالزبط مثال عشان ارد على الاهواء. فاللي انا بتكلم فيه الموضوع يا جماعه وصل للبعض، اللي هو بيجي يقول الاهلي بيتجامل للتحكيم دلوقتي عايز يلغي الفقره التحكيميه في الاستوديوهات. يعني تخيل النادي اللي هو مش عايز يكون فيه فقرة تحكيمية في الاستوديوهات هيبقى هو اللي بيتضرر من التحكيم ولا اللي بيستفيد؟ سؤال مجرد كده. النادي اللي مش عايز الناس تطلع تقول قرارات الحكام كانت صح ولا غلط يبقى بيستفيد من القرارات دي ولا بيتضرر منها؟ أكيد بيستفيد، ده بالمنطق. فمن امبارح شايف حالة مبالغ فيها عن اللعبة، لعبة بسيطة جدا، لعبة فيها أكتر من مخالفة في وجهة نظر أنا الشخصية، ويمكن كابتن سمير عثمان قالها في الكلام كده، قال فيها أكتر من خطأ. فعارف فكرة يا أسامة، أنتوا طول الوقت زنقنا في كورنا إن إحنا بنستفيد من التحكيم فيلا نرد في أي حاجة، هو ده بس المبرر الوحيد اللي عندي، لدرجة إن إمبارح ناس بتتكلم إيه أصل الكرة جت في إيد لاعب الطلائع بعد ما جت في راسه، يبقى هو ما كانش قاصد، يبقى هو كان اللي جواه إن هو ما يستخدمش إيده، وصلنا الناس بتخترع. ولكن في لعبة الكابتن محمد عادل اللي طالع أشوف فيها ركلة الجزاء عندي سؤال سأله كابتن شوبير، لأن هنفسره على صورة لما نطلع ونسمع السؤال ونرجع نعقب. هو لينا الفار استدعاه، هو ده السؤال. هي ان الفار استدعاه، نقف النقطة دي مهمة، لا نرجع الفار استدعاه، هو يمكن يكون واقف فرحان شايف ان ما فيهاش خطأ، بس طالما انا بدي نصيحة للحكام، طالما ان الحكم للحكام الفار، طالما الحكم قريب من الكرة انت ما تجيبليش. انا هنا طبعا كابتن شوبير يعني اكيد هو طول الوقت في الحتت دي بيكون عنده وجهة نظر، بيكون شايف وباصص على بعد في الحاجة اللي قدامه عشان يوصل منها فكرة مهمة. سؤال، ليه تم استدعاء محمد عادل؟ ده سؤال مهم بالنسبة لي جدا، وبرضو رد كابتن سمير عثمان اللي فيه جزء من الدهشة
برضو ده مهم جدا. ولكن الأهم بالنسبة لي يا جماعة، يمكن هنا عشان بس الصورة ثابتة، رد فعل محمد عادل نفسه على وائل فرحان وهو راجع بعد ما شاف اللعبة. هو شاف حاجة بعينيه واضحة وصريحة، يعني أكرم مضروب واللعبة خطأ ثلاثي وفيها برونو سافيو وفيها عبد القادر، يعني أنا بالنسبة لي شاف فيها ثلاث أخطاء مركبين. ولكن محمد عادل هو شاف حاجة واضحة جدا، فلما الفار استدعاه بيجي لك في اللحظة دي شك إن ممكن أنت تكون عينك خانتك. ولكن هو بمجرد ما بص شاف اللي كان شايفه في الملعب بالظبط، يعني ما بقاش عنده شك ان انت ممكن زاويه التصوير تكون كانت مورياك حاجه تانية، فادى شكل امتعاض براسه وبوشه اللي هو عايز يقول انت استدعيتني ليه؟ يعني هو مش فاهم انت ليه جبتني اشوف ان هي ما فيهاش حاجه، لان الفار جابه معناها ان هو شاف ان ما فيهاش ركله جزاء. فانا بشوف ان ده حاجه غريبه جدا. يجي البعض امبارح لما بتقول كده يقول لك ما اصل وائل فرحان ده اللي لغى لكم هدف الطلائع. يعني انت عايز لاعب جاب فينا جون بايده وما يلغوهوش عشان يبقى هو كده في شك في عدالته من عدمها؟ انا مش قادر استوعب القصه ازاي. بص خليني بس اوضح نقطه مهمه جدا. إيه القصه؟ ان احنا طبعا عارفين ان في تحليل كلاتنبرج ومارك كلاتنبرج بيطلع في الرسائل الصوتيه او الكلام اللي بيتم ما بين حكم تقنيه الفيديو وحكم الساحه. انا بطالب إيه طبعا رئيس لجنه الحكام اذا كان فاضي يعني يعمل الفيديو ده من ايا كان موقعه، ان هو يوضح لنا ايه اللي تم ونستعرض اللي تم ما بين وائل فرحان ومحمد عادل. ليه؟ لان انا عندي قناعات ان وائل فرحان من الحكام الجيدين في تقنيه الفيديو، وعشان كده انا شاكك ان يكون سرعه محمد عادل عند الشاشه ورجوعه ان وائل فرحان كان بيسرعها على كره تانية ظن ان محمد عادل احتسب الخطا عليها. بمعنى الكره الاولى كره اكرم توفيق، الكره الثانيه احتكاك عمر رضوان الحارس مع برونو سافيو، الكره الثالثه اللي صفر بعدها محمد عادل هي كره عمر رضوان مع احمد عبد القادر. انا ظني ان ممكن يكون وائل فرحان جايبه على كره احمد عبد القادر مع عمر رضوان اللي هي ما فيهاش ركله جزاء. لكن محمد عادل ولو جبته البث المباشر ورجعته المباراه اول ما صفر على ركله الجزاء شاور بايديه اليمين على اكرم توفيق، في معنى ان هو شايف هو بيحسب على مين، شاور بايديه اليمين على اكرم توفيق. فانا عشان كده عايز اشوف ازاي الكابتن وائل فرحان استدعى الكابتن محمد عادل وايه اللي تم في، بس في حاجة الرحله من الملعب للشاشه. استدعاءه معناها انه شاف ان في الثلاث لعبات ما فيش ركله جزاء. انا مش هجيبك اخمن انت كنت قلت على هو الاستدعاء إيه؟ غلط. انا مش هقول الاستدعاء صح، يعني هو شاف. لا انا عايز اكد على حته، هو الثلاث لعبات والثلاث الالتحامات كده وائل فرحان شاف ان ما فيهمش ركله جزاء والا ما كانش استدعاه. لا انا عشان كده عايز اسمع، لان انا بشوف في كل الاحوال ما هو ده بايولوجيك. طالما انت طلعت يبقى ما فيش حاجه اسمها اصل انت كنت شايف انه لعب. لا القصه مش كده، يعني القصه مش كده، لان انا بشوف وائل فرحان من الحكام الجيدين في تقنيه. انا بتكلم على لعبه، انا بكلمك في لعبه اتاخر فيها حكم الساحه. الفيصل في الايه؟ الفيصل في القصه انا وانت، انت بتظن وانا بظن. طب اللي يوصل الظن ده اليقين ايه؟ ان الحاله تتعرض ايه اللي تم ما بين وائل فرحان وبين محمد عادل. واحنا هنا من قناه الاهلي بنطالب بده لان احنا اللي عايزين الحق، فبالتالي بنقول ايه اللي حصل عشان يتم استدعاء وائل فرحان. انا عملت ايه؟ انا بحط لك احتمال ان وائل فرحان يكون استعجل وظن ان محمد عادل مصفر على عمر رضوان مع احمد عبد القادر لما مسك الكره ما فيهاش دي ركله جزاء. طيب لو هو بقى بعته على اكرم توفيق، طب انت جايبه على اكرم توفيق ليه؟ طب ايه اللي هياكد الكلام ده؟ حضرتك اللي انت بتعمله كل اسبوع او بعد كل جوله هو الفيديو التحليلي لاخطاء الحكام. انا مش يهمني رايك ايه انت معاه ولا لا ككلاتنبرج، انا يهمني اسمع اللي دار ما بين محمد عادل وائل فرحان. ليه؟ لان البعض طلع واتكلم عن نقطه خطيره جدا، المباراه دي حصل فيها عطل مؤقت لتقنيه الفيديو، والبعض طلع اتكلم ان تقنيه الفيديو وجودها احتسب هدف طلائع الجيش، وعدم وجودها كان هدف طلائع الجيش لم يحتسب. القصه بتطلع من البعض، انا اسف جدا بحترم كل الناس والله، لكن المفترض نرتقي بقدراتنا العقليه اعلى. صحيح. من كده، لان في المباراه دي هدف للجيش تم تسجيله واحتسابه من قبل حكم المباراه محمد عادل وحامل الرايه والفار هو اللي لغاه، وهدف تم الغائه من قبل حامل الرايه المساعد ومحمد عادل والهدف والفار اكده. فلو انت جيت بحسبه بسيطه كده هتقول وجود الفار او عدم وجود الفار كان هيوصل النتيجه لنفس النتيجه، بمعنى مفيش فار هنشتغل بدون فار. الهدف اللي سجله طلائع الجيش الاول اتلغى تسلل. طيب الهدف اللي سجله طلائع الجيش في الوقت في الدقيقه 88 الحكم اقره هدف، ايه اللي لغاه؟ الفار. هو هدف
لطلائع الجيش. احنا وصلنا لمرحلة ان احنا بنتكلم في بديهيات بديهيات. فالحمد لله ان الفار رجع واشتغل بعد العطل اللي حصل وبعد استدعاء الحكم محمد عادل للكابتن محمد الشناوي وكابتن طلائع الجيش، يؤكد لهم ان احنا بنلعب الاوقات دي بدون تقنيه الفيديو. رجوع تقنيه الفيديو في التوقيت ده انقذ النادي الاهلي من فقدان نقطتين هو الاحق بيهم جدا جدا جدا. وتعالوا نسمع الكابتن سمير عثمان قال ايه عن هدف طلائع الجيش اللي هو بايد انرام. اللقطه دي مهمه جدا عشان هتفتح اللي قبلها. هنا استدعى الحكام، استدعى اللاعبين، قال لهم يا جماعه هنا الفار واقف. بعدها باربع دقايق كلمهم عن طريق الحكم الرابع وقال لهم الفار رجع تاني. عندنا طبعا هدف، برافو على وائل فرحان، هنا لعب الكره بالايد، احراز الهدف بالايد. طبعا طبعا ده شيتنج، تحايل على القانون وعلى الحكم. تم الغاء الهدف بسبب ان اللعيب لعب الكره بايده اليمين وتم الغاء الهدف واعطاء انذار. يعني الفار ما كانش رجع كانت المباراه كان تم احتساب بالظبط كده. تخيل بقى لو تقنيه الفار ما كانتش موجوده، كنا زمان دلوقتي طالعين متعادلين 2-2 زي ايد انرامو بالظبط. الغريب ان انا هنا هلوم على لاعبي النادي الاهلي وخاصه في الخط الخلفي ان هم ما اعترضوش على ان الكره دي لمست يد. والحقيقه انا عايز هنا اقول لحامل الرايه، هو حضرتك المفترض دورك كان ايه؟ يعني الكره ما فيش اي لاعب عامل بلوك عليك، الكره دي انت هتفكر في حاجه من الاثنين، يا الكره تسلل يا الكره مسجله لمسه يد. لمسه يد واضحه جدا ودراعه ممدود بشكل واضح جدا، انت ازاي اديت كونفيرم لمحمد عادل ان الكره دي هدف؟ فتقنيه الفيديو لو بتنقذ حد بتنقذ النادي الاهلي، بس تقنيه الفيديو ان هي اللي النادي الاهلي بيشوفها في كاس العالم للانديه، اللي النادي الاهلي بيشوفها في دوري ابطال افريقيا، مش اللي بيشوفها في نسخه الدوري المصري المواسم الماضيه، اللي خلت بعض المسؤولين في نادي الزمالك يطلعوا ويقروا ان كان في بطولات في تاريخ نادي الزمالك على سبيل المنحه. طب جت المنحه منين؟ يعني ان احنا نوصل ان احنا نستعرض معاكم يا جماعه ان لو الفار ما كانش شغال من الاول كان الوضع هيطلع ايه؟ انتم متخيلين ان احنا اتشدينا الحته عامله ازاي؟ ان اسامه بيكلمكم في حته، طب خلاص يا سيدي هنفترض الفار مش شغال. طب يلا عايز ايه؟ عايز دي؟ يعني طب يا سيدي الوضع صعب جدا. الفار موجود عشان يحقق العداله، لو حقق العداله في الكره الاولى ولو غاب للحظات ورجع في كوره بيدي الاهلي حقه فيها، انت ما حدش منحك حاجه ولا حد من عليك، ده هو ده الطبيعي. فاحنا للاسف زي ما بقول انا شفت ردود الافعال كان مبالغ فيها وكلها في سياق واحد وهو محاوله ايه؟ اصل احنا كمان انتوا كمان بتستفيدوا من الفار، اصل انتوا طول الوقت زنقنا في كورنر ان الفار بيجاملنا، لا ادي الفار بيجاملكم. احنا ما فيش حاجة بآراء خبراء تحكيم في المباراة دي تثبت ان النادي الاهلي اتجامل في حاجة طالما في رأي خبراء تحكيم يدعم اللي احنا بنقوله لكم. ولكن مش هننسى برضو في ظل القصة بتاعت التحكيم دي مباراة المقاولين في الكاس، لان ده ايضا كنت انت وارد تودع البطولة. تخيل تودع بطولة الكاس نتيجة خطأ تحكيمي برضو لعبة انت ما خدتش حقك فيها زي اللي هتسمعوه في الفيديو. اول حاله وهي حاله استخدام الذراع هنا، هنا اللاعب زي ما انتم نادر قريب اللاعب هتشوفوا دلوقتي حركه الايد، بص الايد رايحه في تعمد، خبط بالشكل ده اهو، بص الايد بتخبط اهي، بتخبط بالشكل ده اهو في وش اللاعب بالشكل ده. الحكم ما حسبهاش ولا عمل اي حاجه. انا بس عايز اقول له ما يبقاش في تفاوت، ده نفس اللعبه اهي بتاعت عمرو السليه، انذار وفاول. يعني حتى مش مثلا لا ده انذار كمان. تانية مفيش أي حاجة، إلى جانب مش عارف هل الفار كلموا فيها أو ما شافهاش؟ مش عارف، يعني دي من الحالة الغريبة جدا يعني. هنا مهم جدا، اللعبة دي مش بس بقى فكرة ركلة الجزاء، يا جماعة القصة هنا أعمق بكتير جدا، ولما تشوفنا هتحس إن الموضوع لا إيه ده؟ كل ده كان حاصل، مش بس ركلة الجزاء للنادي الأهلي كانت تفرق معاه وكانت ممكن تكلفوا خروج من المباراة نتيجة عدم احتسابها، لأن احنا رحنا ركلات الجزاء ولو خدت حقك فيها كانت هتفرق معاك جدا وتجنبك مغامرة ركلات الجزاء اللي انت رحت لها. ده كمان كابتن أحمد الشناوي عمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان هو جاب لعبة مماثلة لعمرو السلية اتحسبت عليه مش بس مخالفة، ده كمان خد فيها بطاقة، ونفس الحكم هو اللي كان عنده ازدواجية المعايير وهو نفس الحكم اللي حرم الاهلي من ركله الجزاء. ولكن ما هو ابعد في المباراه، ودي حاجه انا اتكلمت فيها من حلقتين وقلت بالنسبه لي التعيينات غريبه جدا.
يعني ان امين عمر يجي يتعين لمباراه البنك الاهلي وهو كان نجم او بطل مشهد كارثي كارثي اللي هو اللعبه الواضحه والصريحه بتاعه مباراه البنك الاهلي. قلت ان معروف يكون متعين في مباراه سيراميكا، وسيراميكا المباراه بتاعه الزمالك الموسم اللي فات مطلع احتجاج فيها، فده كانت نقطة قلتها. وقلت بالنسبة لي عملية التعيينات أنا مش فاهمها بالمرة وكأن فيها شيء لغز. مصطفى مدحت كان بطل مباراة المقاولين اللي فيها أخطاء السنة اللي فاتت، هو كان حكم الفار اللي ما استدعاش الحكم في اللعبة دي. خلينا أوضح أن نادر أمر الدولة ممكن في الكرة دي اللي هو حصل فيها معيار مزدوج نقول أنه هو ما كانش شايف الركل أو الضرب اللي حصل في وش شادي حسين، ونادر أمر الدولة اللي حسب إنذار على عمرو السولية في منتصف الملعب، لكن اللي مش ممكن تعديه هو مصطفى مدحت متخصص مباريات المقاولين العرب اللي هو حكم تقنية الفيديو اللي هو كان شايف الصورة واضحة جدا من الزاوية اللي خلف المرمى اللي استدعاها الكابتن أحمد الشناوي. بس مصطفى مدحت ده تاريخه معانا إيه؟ لا تاريخه كبير جدا. مصطفى مدحت أحد أهم حكام تقنية الفيديو اللي كان لهم دور كبير جدا جدا في ان النادي الاهلي يتخذ قرار مبكرا باللعب بالقطاع الثاني او الصف الثاني مطعم بالناشئين او اللعيبه اللي كانت راجعه من اصابات في الفريق الاول، لان مصطفى مدحت كان حكم فار في مباراه الاهلي والمقاولون العرب الدور الثاني الموسم الماضي، وكان حكم الساحه محمد عادل. تعالوا نشوف بقى ايه كوكبه من اخطاء مصطفى مدحت. حكم الفار دوره ايه؟ لا ان هو يركز في حاجه واحده، مدى تحرك الحارس قبل التنفيذ. يعني اتحرك تمام خارج الخطوط قبل التنفيذ. وتاني حاجه لما الحارس يصد الكوره وترتد للداخل، اذا في لعيبه دخلت قبل التنفيذ ولعبت الكوره هنا لو كان هو مهاجم هيعاقب بركله حره غير مباشره. يعني اجاب هدف تمام، ولو كان مدافع بيلعبها هتعاد تنفيذ الركله. مين اللي داخل؟ لاعب المقاولين. مين اللي بيطلع الكوره؟ هو الشام. الدور الرئيسي للفار في اللعبه دي تحديدا. مين بقى حكم الايه؟ حكم الفار اللي هو الكابتن مين؟ مصطفى مدحت. اللعبه هنا محمد عادل في لاعب قدامه، التفاصيل بتاعت مدى هو محمد عادل عمل ايه؟ ادى ايه؟ ادى انذار. نعم كويس. التفاصيل اللي هي بقى تنقل من انذار لطرد يعني دايما بنسبه 80% متروكه للفار. لا الفار بتبقى عنده التفاصيل والوقت والحاجات دي صحيح. كلها ده فاللعبه صحيح. دي انا بقول ان الفار يعني كان لابد ان يعني يشوفها ويتأنى فيها وينادي محمد يبص عليها انها تستحق الطرد. ماسك ده ولا مش ماسك؟ هنا ده بقى محمد عادل ممكن يشوفه؟ مستحيل. دي مهمه مين يا كابتن؟ دي مهمه حكم الفار اللي هو مصطفى مدحت. اللي هو ما لعبش ولا ماتش للاهلي والزمالك فار السنه دي. مسك. يعني السؤال هو مسك تاني بعد ده المسك من الاخطاء اللي بيعاقب عليها بركله حره. انا عايز اقول على حاجه بغض النظر بقى المسك ده حتى لو حسام ما كانش هيلعب الكوره والكوره في اللعب داخل الملعب هتبقى ركله جزاء. يعني لم يتم تعيينه لاي مباراه الموسم الماضي فار لاهلي او زمالك، وجاء مباراه الاهلي والمقاولين وادى المهمه على اكمل وجه. اعاده ركله الجزاء تغاضى عن اداء دوره. رقم 2 طرد واضح لامير عادل لاعب المقاولين العرب تغاضى عن اداء دوره. رقم 3 ركله جزاء في الوقت القاتل لحسام حسن التيشيرت اتقلع بالكامل تغاضى عن اداء دوره. رقم 4 وده اللي ما اتكلمش فيه الكابتن احمد الشناوي ولكن اتكلم فيه الكابتن جمال غندور، الغاء هدف في الوقت القاتل لحسام حسن. اذا مصطفى مدحت كان جاي يؤدي مهمه عرقلت النادي الاهلي او انه ما عندوش القدره الكافيه ان هو يحكم مباريات للنادي الاهلي. ده احتمالين لا ثالث لهم. انا متفق تماما لان مصطفى مدحت وده برضو انا هرجع اقولها، يمكن اسامه قال تعليق المره اللي فاتت انا برضو متفق معاه في لانه قال لي طب بالشكل ده احنا كل الحكام عندها اخطاء مع النادي الاهلي مش هلاقي حد يحط لنا، وده يمكن من يعني ده تعليق على طريقه الكوميديا السوداء والله مأساوي. يعني ده كارثي، ولكن فعلا يا اخي خلي يعني في قليل من الحرج. واحد مباراه يعني كارثيه، مباراه يعني كل الاخطاء اللي ممكن يرتكبها حكم فار ارتكبها فيها، وتيجي تحطه لي السنه دي تروح حاطه لي قصاد نفس الفريق اللي هو المقاولين. يعني انت عارف كانك ايه، انت نسيت ماتش المقاولين السنه اللي فاتت والله لا فكرك بيه. وعشان كده انا
خايف من التعيينات جدا في مباراة المحلة، وبقول المباراة دي أتمنى ما يجيش محمد معروف. أتمنى مش قصة بس محمد معروف، أتمنى بشكل عام أسامة أيا كان الحكم ما يتخدش شوية البروباجندا اللي اتعملت على اللعبة. جينا قلنا مباراة ما تجاملناش فيها أي حاجة والكاس كنا هنطلع فيه بخطأ تحكيمي، أتمنى ما يكونش بداية الأخطاء التحكيمية اللي تفقد الأهلي نقاط نشوفها في مباراة المحلة، لأن ساعتها صدقوني هيكون لنا موقف معاكو بالصوت والصورة، وفعلا كل واحد هيتحط قدام مسؤولياته، ولكن احنا بس بنحذر وبنقول ان نتمنى ان ده ما يحصلش. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم في فقرة بعنوان الاخلاص والانتماء لا يقدر حتى لو بكل كنوز الدنيا. يمكن كلمناكم من سنتين، وانا فاكر تحديدا من سنتين ونص قلت لكم ان النادي الاهلي ده قطار، رحلة مكملة وبتمر بمحطات كتير، كل فرد بينتمي لمنظومة النادي الأهلي هو اللي بيختار المحطة اللي بينزل فيها، ويا إما بيكون نازل المحطة دي مكرم، يا إما بيكون نازل المحطة دي للنسيان. لعيبة كتير نزلت من قطار النادي الأهلي للنسيان، لكن لعيبة أكتر أيضا فضلت في قطار النادي الأهلي مكملة معاه الرحلة. ولما نتكلم عن لعيبة الانتماء والإخلاص، فكر كده غمض عينيك، اول صوره هتيجي في بالك وليد سليمان اللي انهى مشواره الكروي داخل ارض الملعب مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعلن تعيين وليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. هو ده وليد سليمان اللي كتب بوست بوضوح شديد جدا، هنقف عند جملتين تحديدا، ولو معانا صورة بوست وليد سليمان عقب الاعتزال، المهارات الكبيرة، الانتماء، الروح، الإخلاص، هتلاقي وليد سليمان بيوفر لك كل حاجة أنت محتاج تقولها. لما قال كم تأثرت حتى البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملاء اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية، الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما سهل تعمل فلوس والصعب أنك تحقق إنجازات وتكتب تاريخ. ده وليد سليمان اللي هو بيعتزل بيؤكد على أنه أيقن من جديد، لأن في كل اختبار مر بيه وليد سليمان كان اختياره الأوحد النادي الأهلي مش اختياره الأول. وليد سليمان اللي دخل النادي الأهلي بعد معاناة طويلة جدا 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 عشان يحقق حلمه بارتداء تيشيرت النادي الأهلي، ما دخلش واكتفى بالانتماء، لكن بذل مجهود وتعب خلال 11 سنة، يعني عمل تاريخ كبير جدا. عشان كده قلت الفارس في فقرة من الفقرات النهاردة ان في فارق فارس بين حاوي واحنا بنستعرض لقطاته دلوقتي بتستعرض انجازات، بتستعرض اهداف، بتستعرض بطولات، وحاوي اخر لما تيجي تستعرض له لقطات هتستعرض له كوبري ترقيصة شمسية. وليد سليمان الحاوي اللي كان بطعم الانجازات. ده حقيقة اسامة، ويمكن انا دايما بقول بطولة الترجي طبعا اللي احنا خسرناها في نهاية دوري ابطال افريقيا هي وليد سليمان. انا بشوف ان عمل في البطولة دي كل حاجة، كان شايل الاهلي على كتافه، كان هو القطار اللي بيجر لاعبي النادي الاهلي في البطولة، كان شايل الاهلي على كتافه حرفيا، وكان نموذج للقائد والبطل اللي عمل كل حاجة. ودي 2012 بطولة رادس طبعا، البطولة الملحمية اللي وليد سليمان جابها. ولكن احنا ليه بنقول لكم ده؟ طبعا بنقول لكم ده عشان القرار اللي خرج من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، واللي قال بتعيين كابتن وليد سليمان نائبا لقطاع الناشئين، وقال ان هيتعمل لكابتن وليد سليمان معايشة في برشلونة وليفربول لتأهيله. وده مهم جدا ان النادي الأهلي يا جماعة بيبدأ يحط وليد سليمان ككادر إداري وكادر فني، دي نقطة مهمة جدا، لأن هنا البعض كابتن وليد سليمان أكيد أنت تنتظر منه كمان تواجده في حاجات مختلفة ويقدر يفيد النادي الأهلي في حتة كبيرة جدا، ولكن في تدرج في النادي الأهلي، كل العظماء اللي في نادي الأهلي إداريا وفنيا بدأوا في أن هم ياخدوا التدرج داخل النادي الأهلي. وأنا عشان كده عايز أقول حاجة، عايز أقول إن كابتن وليد سليمان أنا بشوف إن لو قدرنا نعمل فيلم تسجيلي عظيم لكابتن وليد سليمان هيكون عنوانه كلمة واحدة بس، القرار.
دي اللي قالها كابتن وليد سليمان وهو بيقول فكرة ان انت سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل تاريخ. كلمة القرار ليه؟ لان البعض كانت قصته كلها القرار، ملخص الحكاية كلها قرار، ملخص الحكاية قرار عند لاعب ساعة ترد علينا فيها ما ردش خلال الساعة، ملخص القرار لاعب راح تفاوض من وراك وخد صورة مع نادي منافس أنهت مسيرته مع البطولات ومع التاريخ، القرار لاعب طلعت قلت له إن أنا بجتمع بيك عشان أجدد ودي فرصتك الأخيرة فما التزمش بالتجديد فطلعت وقلت إن انتهت علاقتك بيه. كل القصة إيه؟ هي اللي بقول لكم عليها دي، القرار. وليد سليمان في أوقات جاله من نفس المنافس اللي عرض الأموال على كتير من اللاعبين عرض خيالي، ولكن كان كابتن وليد سليمان قصته كلها القرار، القرار في النادي الأهلي والقرار اللي خلى لاعب اتقال من النادي الأهلي ما قيل لوليد سليمان ده في حتة إن أنت اختار عايز تعمل فنيا، عايز تعمل في أي من قطاعات النادي الأهلي، عايز يتعمل لك مباراة اعتزال رغم قرارنا بعدم إقامة مباراة اعتزال، ولكن كانت لحظة واحدة بس غيرت كل شيء وحولت المسيرة. اللحظة دي لحظة ايه؟ القرار. عشان كده كابتن وليد سليمان لو اتعمل له فيلم تسجيلي بعنوان القرار هنشوف قرارات كابتن وليد سليمان اللي ملهمة لناس كتيرة جدا ولازم الأجيال تتعلم منها. يا لا انا مختلف على اسم الفيلم، انا جاي النهاردة اختلف معك. انت عايز تقول انت الاختيار؟ لا هو قال احسنت الاختيار. بالفعل هو انت ممكن تختار كل حاجه، وعلى فكره ممكن تختار مصلحتك وده شيء احترافي جدا، وتقدم نفسك على انك لاعب محترف ويجي لك مبلغ اعلى في نادي اخر وتروح النادي ده احتراف، بس مشكلتك ايه بقى؟ ما تقدمليش نفسك ان انت منتمي وتاخد استحقاقات جماهيريه على انك لاعب منتمي، وتيجي وقت ما تحب تقلب من لاعب منتمي لمحترف تقول اصل ده احتراف. حصلت من لعيبه كتير، حصلت من لعيبه كتير في وقت لما قلنا بطوله المخلصين قبل البطوله التاسعه. لما تيجي تتكلم عن المخلصين اكيد هتذكر وليد سليمان، قدم نفسه طول الوقت لاعب منتمي ونهى مشواره داخل ارض الملعب كلاعب منتمي، كان لاعب مع كامل احترامي لكل الشباب اللي كانوا بيلعبوا معاه في الفتره الاخيره، كنت بتحس وانت مشجع بتتفرج على مباراه النادي الاهلي ان وليد سليمان عنده روح قتاليه وعنده حماسه وعنده جرينتا اعلى بكتير من لعيبه لسه بتبدا مشوارها. ده وليد سليمان، عشان ما حدش ياخدنا لصوره اللاعب اللي ضحى عشان النادي الاهلي فقط لا غير ويقف. انت تضحي عشان النادي الاهلي وتلبس تيشيرت النادي الاهلي ده اكيد قرار مهم واختيار يعني هنفرح بيه كلنا، لكن الاهم ان انت تكمل المسيره دي بمنتهى العطاء بمنتهى الجديه حتى لو تعرضت لبعض الكبوات بعض الاختبارات زي ما تعرض وليد سليمان في عهد مارتن يول. شوف وليد سليمان ادى درس ازاي وقال ايه. انا عمري ما طلعت بره التقسيمه في التدريب. انا طلعت مرتين. هو ده اللي خلاني انا عمري ما رحت اتكلمت مع مدرب قلت له بلعب ولا ما بلعبش. كابتن حسام بدري قعدت معاه كتير ما كلمتوش، انا بلعب ولا بقعد ولا اي مدرب. بس انا لما لقيت نفسي بطلع بره تقسيمه في التدريب، لا تقسيمه في التدريب ما حصلتليش في تاريخي يا كابتن. لا انا قلت بقى لازم بقعد مع الراجل، يمكن الراجل ما حدش مصله حاجه او مش فاهم حاجه من احنا كلاعيبه مصريين مش عارفنا. دخلت له الراجل قال لي انا عندي بالترتيب انت، انا جيت لقيتك انت راجل مصاب، انت راجل رقم ثلاثة عندي. قلت له رقم ثلاثة ازاي؟ انا راجل كنت اساسي بس اتصبت. قال لي لو مش عاجبك، كنت انا بتكلم برضو معاه وانا مشدود طبعا طبيعي مشدود. قال لي لو مش عاجبك ارفع ايدك. قلت له لا انا موجود في النادي بس قول لي انت يعني انا لو جه عليا الدور هلعب. قال لي لا لو جه عليك الدور هتلعب. بقيت اتمرن جوه النادي وبره النادي. لحد ما جه موقف راجل كويس جدا يا كابتن وكان بيحبنا جدا والناس اللي ما بتلعبش كان بيعاملهم احسن من اللي بيلعبوا دي حقيقه. راجل كويس جدا راجل كويس جدا. بس الناس فهمت بقى الموضوع غلط من الموضوع ده انا بقوله حضرتك. بس جه بعد ما انا لعبت الراجل جه اعتذر لي قدام الفرقه كلها لما لعبت جه قال لي انا يعني هو مش عايز برده من ان هو راجل محترم مش عايز يقول ان الناس اللي معايا ما قالتليش عنك حاجه او ما عرفتش بس انا شفتك. اعتذر لي قدام الناس وحضني وباس على دماغي وقال لي يا وليد انت لعيب كبير واثبت لي فعلا انت لعيب كبير ولازم الناس كلها تحترمك وكده. هي دي الكبوات، هي دي الاختبارات. لعيب زي وليد سليمان لعيب دولي اتكلم زي ما انت عايز تقول في مهاراته في انجازاته في اهدافه من جيل العظماء ويجي يبقى رقم ثلاثة في مركزه، ما طلعش كتب بوست، ما طلعش زق صحفي يتكلم عن النقطه دي، ما عرفناش الواقعه دي اصلا من وليد سليمان الا بعد رحيل مارتن يول.
خلاص الراجل بدأ يتكلم ولاعب أساسي بشكل واضح جدا. فعشان كده القصة مش قصة إن أنت بتضحي بكام مليون عشان تيجي النادي الأهلي، بتعوضهم بتحقيق البطولات، لكن القصة إنك بتضحي وأنت داخل النادي الأهلي بإنك بتحترم اسم النادي الأهلي. وليد سليمان أصل من أصول النادي الأهلي، لما تستثمر فيه أكيد هيعود عليك بمكاسب كبيرة جدا. ده أكيد، لأن كابتن وليد سليمان هو شكل النادي الأهلي، شبه النادي الأهلي، شبه مؤسسة النادي الأهلي في تقاليدها وفي مبادئها وفي إن أنت تبقى عارف كل خطوة بتعملها دلوقتي هي لها ضريبتها بعدين، يا بالإيجاب يا بالسلب. ودايما كابتن وليد سليمان خد طريق الناس اللي بتكتب تاريخ في النادي الأهلي جوه وبره الملعب، عشان كده كابتن وليد سليمان حكايته مكملة معانا كتير جدا، لأن زي ما بقول لكم هو شبه النادي الأهلي اللي بنحبه، ولما تشوفوا الفيديو ده هتعرفوا اللي أنا قصدي عليه. احسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما حاجات تانية، احسبها دايما تاريخ وبطولات. انت لو ممكن تاخد في اي نادي تاني فلوس او تسافر بره تحقق فلوس، بس مش تحقق بطولات. يعني لما تيجي تبطل مش هتلاقي نفسك تاريخ، التاريخ اهم من الفلوس. لما تقعد كده قدام اهلك واولادك تفتخر باللي انت عملته، ببطولاتك، بتاريخك، بانجازاتك، ده كل ده حاجات احسن من الفلوس. وزي ما قلت لك ان الفلوس هتيجي ان ده رزق مكتوب عند ربنا، فلوسك هتكون يعني دي حاجه هتجيلك يعني. لكن البطولات والتاريخ ده بيبقى صعب، وفي مقولة بيقول لك يعني يعني الفلوس سهل، لكن البطولات يعني سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات او تعمل تاريخ. سهل تعمل فلوس ولكن صعب تعمل بطولات بالدماغ اللي مترتبة ترتيبة النادي الأهلي، إن النادي الأهلي أنا ما بلعبش فيه ببلاش. وكابتن ثابت البطل قالها للأمانة، وأنا بشوف إن ده، عشان يا جماعة إحنا مش كيان مدعي ولا بنقول أصل إحنا تعالى العب لنا ببلاش، لا، كابتن ثابت البطل قال النادي الأهلي خيره على كل الناس المنتسبين ليه، ولكن في النادي الأهلي بتعمل فلوس وبتعمل تاريخ. وده اللي انت لازم تعرفه، ان التاريخ جوه النادي الاهلي يساوي الفلوس الاكتر اللي في اي مكان تاني. عشان كده قلت لكم قرار وليد سليمان مقارنه بقرارات كتير جدا 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 كانت هي اللي بتخليه النهارده وفي كل لحظه حاضر واحنا بنتكلم عليه كقائد وملهم لكتير جدا من لاعبي النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، والاهلي خط احمر، وعندنا الاهلي خط احمر، فبنتكلم وبنقول وبنوضح حتى لو احنا عندنا بعض الاخطاء بنوضحها. من ضمن هذه الاخطاء كان في مباراه نهائي دوري المرتبط في كره السله اللي فاز به النادي الاهلي العام الثالث على التوالي، وكان نجمنا الكابتن عمرو الجندي بيحتفل مع جماهير النادي الاهلي، وبعض الهواتف طبعا موجوده في المدرجات، فلقطوا له لقطه البعض قال انها موجهه لجماهير الاتحاد السكندري او نادي الاتحاد السكندري. فحبينا نوضح القصه باختصار شديد جدا. الحركه فيها خطا، فيها خطا اكيد. كانت لجماهير الاتحاد السكندري؟ لا. كانت لحد مسؤول في الاتحاد السكندري؟ لا. كانت لمين؟ كانت لاحد اصدقاء عمرو الجندي، لان اكيد احنا هنستفسر من الكابتن عمرو الجندي والكابتن احمد الجرحي والكابتن طارق الغنام ايه القصه. القصه ان كان في حد مراهن عمرو الجندي اهلاوي ان هو بيستفز جواه ان هو يلعب المباراه النهائيه بشكل افضل، قالوا له انت خسرت مباراه الذهاب وهتقدم مستوى تعبان زي اللي انت قدمته ماتش الذهاب وهتخسروا دوري المرتبط، كان نوع من انواع التحميس. قال له طب اتفرج على اللي هيحصل النهارده في المباراه. بعد المباراه يعني النادي الاهلي فاز بالبطوله، كابتن عمرو الجندي تالق جدا في البطوله، فعينه جت على عين زميله في المدرج، فقام عامل الحركه دي، واللي احنا اتفقنا على انها حركه فيها خطا. ايه اللي حصل؟ اتحاد كره السله بعد يومين من المباراه وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد يعني بيدجات لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، يعني عايزين يقيموا الحد على الكابتن عمرو الجندي ويوصلوه لمرحله ان يعني اشطبوه بقى، يعني اشطبوه، ازاي تغرموه غرامه ماليه زي اي لاعب قبل كده. فطبعا اتحاد كره السله استدعى الكابتن عمرو الجندي للتحقيق ووقع عليه غرامه 20,000 جنيه وايضا ايقاف مباراتين. وهنا لنا وقفه. الموقف ده اتكرر من لاعبين كتير، ولكن لقطات المباراه ما نقلتش الحدث. المفترض ان انت يا فارس بتعتمد على شريط المباراه، بتعتمد على تقرير حكم المباراه، تقرير مراقب المباراه، وده اللي بيحصل على اساسه بتاخذ الاجراءات العقابيه دي ضد اللاعب. اللي حصل ان الكلام ده لا اتكتب في تقرير الحكم ولا مراقب المباراه كتبه، ولا الاشاره كانت موجهه لجماهير الاتحاد ولا لمسؤول الاتحاد. هي قصه مش في دي بس، هو موضوع يبدو كده ان اتحاد السله يا جماعه في موضوع العقوبات
يعني بيتعامل بفكرة القوة الجبرية أو بيتعامل بفكرة إن أنا ما عنديش معيار ثابت بعقد من خلاله، لدرجة إن كابتن أحمد مرعي تعقيبا على أوجاستي نفسه يا أسامة لما بيتكلم عن الاتحاد قال لا مراقب المباراة كان جنبي ولا جنب أوجاستي ولا كتب حاجة من اللي حصل ده، واتحاد الكرة هو اللي خد الموضوع بنفسه بعيدا عن إن ما فيش تقرير من مراقب المباراة. ويا جماعة طول ما الموضوع متساب كده حمال أوجه ومتساب كده بالشكل اللي هو ما فيهوش حاجه انت ماسكها 1+1=2 هيبدا يتاخد فيه فكره الالوان وفكره الاهواء. بص هو طبعا دكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله كان عنده تصريح عن قصه أوجاستي مع مرعي، نشوف الفيديو عشان الناس تفهم القصه ماشيه ازاي، وان مشكلتنا مش في معاقبه المخطئ بقدر مشكلتنا في عدم تثبيت المعيار مع المخطئ. ليه الاهلي 30 وليه الزمالك 20؟ الاهلي اللي بدا والحكام راحت له وراحوا للجهاز الفني الاهلي بلاش شتيمه مره الثانيه، بعد كده الزمالك بدا يشتم، يعني الاهلي هو السبب في التجاوز، قد يكون ان هو اللي خلى جماهير الزمالك تشتم. تمام، جماهير الزمالك تشتم عقوبه، لكن اللي بدا لازم بيبقى عقوبته اكبر شويه. ده طبقا للائحه موضوعه بالفعل؟ تمام مفهوم. طيب أوجاستي ليه تم تحويله للتحقيق كابتن مجدي؟ تجاوزه مع المغايب كلام بالاضافه ان هو شتم الجماهير وهو خارج من الصاله. التحقيق ده بيجي بعد ايام من التحقيق مع الكابتن احمد مرعي مدرب الزمالك بعد مباراه طلائع الجيش، كنت حققته معاه بحسب ما قال لي هو. كان كنا حققنا معاه، كان شتم اللعيبه بتاعته. ممنوع اصلا الشتيمه في الملاعب الرياضيه، القانون الدولي بيمنع الشتيمه المدرب للعيبه او تعدي عليهم او الجمهور او كده، ممنوع تماما. هو كان قال معايا هنا انه يعني انا كنت ممكن افهمها لو الزمالك اللي بيحقق معايا، لكن ايه علاقه اتحاد السله بعلاقتي انا باللاعبين؟ لا ده قانون الاتحاد الدولي بيمنع ذلك. تمام، ده يا ريت انا كنت سمعت كنت رديت برضه. لكن هو انا بصراحه اتناقشت معاه وكان رايي شبه راي حضرتك، هو نفسه قال انا غلطان وكده، لكن هو حته ان الزمالك المفروض فعلا الزمالك برضه حقق معاه في حاجه زي كده، ما حققش معاه الله اعلم يعني. لكن احنا كاتحاد اي تجاوز داخل الملعب من حقنا ان احنا نحيل المتسبب في التحقيق. طيب الكابتن مرعي هل في اي حاجه تخصه في مباراه الامس؟ لا هو خد تكنيكال فاول طلع بره الصاله ملتزم خلاص انتهى الموضوع، لم فيش اي تغيير عليه من الحكام ولا من المغيب ولا من اي حاجه. يا جماعه احنا كل اللي بنتكلم فيه المعيار، كابتن عمرو الجندي هتلاقي له اتحاد السله جاب له المعيار زي ما هو عايز وجاب له مسببات ان هو يعاقبه، هتلاقي الكلام عن كابتن احمد مرعي مدرب الباسكت في الزمالك فهتلاقي بيتقال اصل المراقب ما كتبش حاجه، مع ان اصلا البث الرسمي اللي على صفحه اتحاد السله للمباراه موضح كل حاجه وجايب كل حاجه، فاحنا قصتنا عايزين المعيار، واحنا زي ما بنقول اتحاد السله احيانا لما بيجيد بنيجي نقول اتحاد السله عنده ضوابط وعنده لوائح ماشي عليها وبيعاقب بيها وبياخد بيها قرارات، فنتمنى يكون دايما عندنا اللائحه وعندنا المعيار اللي موحد على الكل مش بيبقى حسب الاهواء. الحقيقه هو الكابتن احمد مرعي ما خرجش على طول، هو خرج على المدرجات ورجع تاني وقف المباراه وطلعوه بره الصاله، ولكن احنا بنحاول نوضح الصوره، احنا ضد اي مخطئ وما عندناش مشكله لمحاسبه المخطئ، ولكن في النهاية ما ينفعش يكون المعيار مش ثابت. وأعتقد وصلنا نهاية الحلقة. لا لسه ما وصلناش نهاية الحلقة يا جماعة، أسامة مصمم ما ناخدش الفقر. أنا هناخدها سؤال، أنت مش عايز تجيب اللي عليك ليه؟ اللي عليك أنت مش ليك عند الناس تيشيرتين؟ هو تيشيرت واحد تيشيرت بس، أنا خدت التيشيرت الواحد شفته دي، ما عنديش مشكلة اضرب في اتنين عشان تجيب الواحد. أصل أنا فاهمك لو بدأت معاك واحد هنروح فين؟ هروح أوديها فين؟ كله مسجل، أنا بس الناس بس والله يا أسامة كل الناس بس، إحنا نهينا الحلقة انتهت، ما فيش هناخد التوقعات لأن كله بيسألك يا سمير سؤال. ما إحنا عندنا وقت الناس بتقول لك خد الفقر. السؤال بقى انا كل ما الناس تقابلني تقول لي اسال لنا اسامه سؤال واحد اتفضل، جاب الثقه وهو بيقول لك لا ما تقولش اللي هيحصل حاجه، قول انت هتجيب التيشيرتين، جبت الثقه دي منين؟ اقول لك بقى انا اصلا يعني ايه، اقول لك بقى الحقيقه المره الحقيقه ان انا حبيت اعمل الفقره دي جو فقلت اتوقع خارج الصندوق كده ومفيش مشكله، فارس هيطلعني مسرح شويه. عارفك مش بتاع الكلام ده، هنعرض مين بتاع الكلام ده بس عارفك. انت كان عندك مسببات. انا عندي مسببات وضد كل المدارس.
لا مش ضد يعني قطر صفر نقاط يا راجل. لا قلت لي استعدت ضد مدارس مختلفه. عارف انت عارف انت اللي هو خذلونا يعني. بس انا يا جماعه بس خد بالك لقيت ناس كتير قالوا لي على فكره سامح احنا كنا متوقعين ان فعلا قطر ممكن تعمل حاجه زي ما انت بتقول للاسباب اللي انت قلتها. الاسباب اللي انت اقنعتهم بيها يعني. ليه هم لعبوا كوبا امريكا ولا ما لعبوش؟ ده انت قلت ضد كل الناس. لحظه بس، لعبوا كوبا امريكا ولا ما لعبوش؟ بص لعبوا. لا كمل كمل. لعبوا كونكاكاف ولا ما لعبوش؟ وصلوا سيمي فاينال. شاركوا في 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 امم اوروبا او في تصفيات امم اوروبا ولا لا؟ واتهزموا فقط لا غير على ارضهم من البرتغال. بص التحضير ده حاجه بطولة. لا لحظه بس اكمل. ما هو مش كده اكمل اسمعني بس. اعتراف الناس في قطر نفسها. ما لا ما هو ده بقى اللي هنقوله بعدين. خليني اقول بس المعلومه ليه جبت ان انت استندت على ايه يعني. استندت على ايه؟ تمام. ان انت كمان خدت بطوله اسيا، لعبت بطوله عربيه كويسه جدا قدام امام منتخبات عربيه. استعداد قطر لكاس العالم كان عظيم جدا، بس هم نسيوا استعدوا بالمنتخب. يبقى مشكلتي انا؟ لا طبعا ذنب انا والله. الاتحاد القطري يا اخي المفروض يكرمك لان انت كان عندك ثقه اكتر من الاتحاد القطري. انا اقول لك نقطه، ده اول فريق يكون بيلعب مباراه افتتاحيه ومنظم البطوله بيخسر. انتوا بتحاربوني يا جماعه. كل يوم اجيب المجلس يعني بس بسمع برضو الناس بتتكلم في ايه في قطر، الاقي الناس في قطر يتكلموا كلام مختلف خالص. ده لازم يدعونا على النهائي على فكره. والله لازم يدعونا على النهائي. وانا بناشد الاتحاد القطري يا جماعه، الراجل ده كان عنده سقف توقعات معاكم مش موجود عليه. طب امريكا ويلز، ده انت راجل صدقت ويلز بس اتعادلت مع امريكا. فارس اهو استنوا، برضو كنت مراهن على ويلز يعني. منه لا جاريس بيل برضه. جاريس بيل، جاريس بيل في مش مركز في الكوره دلوقتي. ما للاسف في حاجات للأسف تانية خالص. بس خلونا نستعرض معاكم. انت ليه تستعرض؟ ليه ما انت خلاص يعني مش عايز؟ لا نستعرض عشان نشوف اخطائك الكتير. كتير هم اول مجموعتين يا جماعه حسموا القصه خلاص يعني. اسامه كان متوقع هولندا وقطر، طبعا هولندا والسنغال ده توقع صحيح كان ليا، فخلاص المجموعه دي محسومه والمجموعه الثانيه محسومه. بعد كده بقى بدانا نجود يعني. الله ينور عليك. ده شغل بقى ايه؟ الدبه باندا الباندا بقى. انجلترا. ايوه اقف عند النقطه دي لحظه قبل ما تكمل. كان في ارجع لي بعد اذنك يا مخرج عشان الحته دي مهمه جدا. قال لك كان في مفاجآت. اعترف ان في مفاجآت. لا لحظه، البطوله كلها فيها مفاجآت والجوله الثالثه كانت كلها فيها مفاجآت. ليه ما بنعتبرش ان خروج قطر مفاجآت؟ مش حقيقي. يا عمي انا عايز اقول لك، انا اساسا في الحلقه صدمت لسبب. كل مواقع الترشيحات وكل التحليلات مع انت اول حد قبله كان يقول قطر. لا انت كده مش والله اول حد قبله انت فاهم الناس غير اللي انت بتعملهم. الحمد لله. الارجنتين والمكسيك انت توقعك زيي لما بدات تقلدني ضاعت. صح ده حقيقي. فرنسا والدنمارك برضو ضاعت. انت ما تمشيش طبعا ورايا. عايزين نقول ان كان في فعلا مفاجآت في المجاميع دي. واسبانيا والمانيا انت توقعت المانيا تتصدر. لا بس خد بالك هم حطوها لك غلط مجامله. لا لا بص انا لا خليني اقول لك حاجه. توقعت المانيا تتصدر اسمع بس ولا لا؟ لا ما تجتزئش الكلام. طيب انا قلت ده واقع. ما استنى بس، انا قلت بوضوح يا جماعه المانيا دي ما حدش عارف لها حاجه. ماشي ما احنا كلنا ساعات تدخل المجموعات تخرج من المجموعات او تتصدر المجموعه. طب انا بقى رايي ايه؟ انا رايي ايه؟ ان انا من الان وبسبب المانيا التيشيرت بقوا تيشيرتين بسبب خروج المنتخب الالماني من البطوله دي، لان بعد اللقطه الاولى في المباراه الافتتاحيه لمنتخب المانيا الحمد لله انه كنت عايز ان انا ما عنديش ادنى مشكله ان المانيا تخرج من البطوله، وبسبب خروج المانيا واحتفالا بخروج المانيا التيشيرت بقى تيشيرتين. طب حلو والله انا بحييك على هذه العروبه اللي انت بتديها. طيب عشان طبعا في فيديو لازم ناخده معانا بمناسبه ان الارجنتين، ما انا خايف بس يحصل ريمونتادا ولا حاجه هتبقى مشكله. طبعا بص يعني احنا قلنا يا جماعه عشان الناس بس بتسالنا هو اللي هيكسب ايه اللي حصل. الناس اللي بعتت معانا في الحلقه، اللي بعتت خلال الحلقه اللي كان فيها التوقعات بطل كاس العالم، ناس كتيره توقعت بطل كاس العالم في تيشرتين. اتنين من اللي كانوا متوقعين بطل كاس العالم صح، اسامه هيجيب لهم التيشرتين. تيشرت عشان المانيا اكيد اكتفت بالحركه المضحكه، و يعني في اول مره اشوف رد فعل سهل جدا تخسر جوه الملعب وتعوض الخساره، ولكن لالمانيا خسرته بره وجوه الملعب يا جماعه صعب تعويضه والصوره الذهنيه بتاعته تغييرها على مدار سنوات. ولكن احنا كان معانا فيديو
يعني بس لا اكمل بس عشان ما تطلعش انت بقى ملك التوقعات. بلجيكا احنا في الباقي متفقين. بلجيكا وكرواتيا بقى متسوحين في الباقي. قول متسوحين. لا لا على فكره توقعاتنا كانت منطقيه يعني. دي ده حقيقي. كوريا الجنوبيه انت جيت حاولتني عن كوريا الجنوبيه. جمري فكرني بكوريا. فكرني. قلت لك خلي بالك. قلت لك ايه؟ قلت لك سون عيني وجعاه. اه انا قلت لك كوريا الجنوبيه. قلت لي بس سون مصاب. قلت لك يا اخي رجع. فطبعا عايزين بس نشوف بقى فيديو بمناسبه ميسي. بمناسبه ميسي نشوف فيديو كده. يعني احنا اذا كنا بنتوقع يا جماعه فاحنا بنتوقع وفي مفاجآت، لكن في ناس بتتكلم عن ميسي بشكل. تعالوا اسمعوه. انا عايز اخد توضيح بس من الكابتن سمير كمونة. يعني ايه ميسي مش لعيب دولي؟ مش لعيب دولي عشان عدد بطولاته قليله. أيوة. ما فاتش منتخب بلده. جايب بطوله واحده اللي هي كوبا امريكا. دي احصائياته او تاريخه مع منتخب الارجنتين. عكس كريستيانو، عكس زيدان، عكس رونالدو الظاهره، عكس رونالدينيو. اللعيبه الثقيله اللي في المنتخبات اللي هي الثقيله اللي احنا بنحبها كلنا وبنشوفها. لكن ميسي ما عملش حاجه لمنتخب بلده خالص. اخرهم قدام منتخب السعوديه. منتخب السعوديه ولاعيبه السعوديه كانوا افضل منه وافضل من لعيبه منتخب الارجنتين. عشان كده انا بقول لك ميسي مش لعيب دولي. يعني محاوله التعقيب. محاوله التعقيب على ميسي عمل او ما عملش، اعتقد يعني هو شيء يعني مضحك. وانا يا جماعه احنا جايبين الفيديو ده لحاجه بعيدا عن الكوميديا، ويبدو ليكوا كوميدي طبعا لان ميسي ارقامه بتتكلم عنه. لا لا ما تتدخلش في القصه دي. ما تخشش في القصه ان تتكلم ولو ترد. احنا بنوضح نقطه مهمه جدا. لما ده يتقال على ميسي، ايه اللي هيتقال على الاهلي؟ تبدا تقول لي ارقام هي ميسي. هي دي اللي احنا عايزين نوصلها يا جماعه. البعض بياخد الترند فكره انا اضرب اللي انا عايزه زي ما اسامه عمل في قطر. لا لا عشان ياخد الترند، ودي بقت وسيله للشهره. طيب للشهر. طيب حلقه خلصت. طيب نتمنى والله بجد دي رساله توصل لكم، لان دي نفس الناس اللي كانت بتحاول تقلل من لعيبه كتير ومن انجازات الاهلي على نفس الطريقه. وبنشوف منهم ناس بتعمل اعلانات دلوقتي، ويمكن اعلانات بتسخر من نفسها فيها وبتبقى سعيده جدا. نتمنى نكونوا استمتعتوا معانا بالحلقه. وبتشيرتين دايما. وبتشيرتين اسامه بقى كلموه، ابداوا تواصلوا معاه، ويظل النادي الاهلي خط احمر.